الآن مع النشيد الوطني التونسي. الآن مع النشيد الوطني المصري. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، يا رب احفظ مصر من كل شر رغم حقد الحاقدين وكيد الكائدين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. أسعد باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت، ويسعدني أن أنقل لحضراتكم أحداث مباراة كرة القدم الهامة جدا لمنتخب مصر. منتخب مصر مواليد 2006 مع منتخب تونس مواليد 2006 في إطار بطولة دورة ألعاب أو دورة الشمال إفريقيا، دورة اتحاد شمال إفريقيا لمواليد 2006. مباراة هي الثانية لمنتخب مصر. المباراة الأولى منتخب مصر لم يحالفه الحظ بعد الخسارة من المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف. كمان المنتخب التونسي خسر من المنتخب المغربي في المباراة الأولى برضو 2-2. كلا المنتخبين يهمه جدا جدا أنه يحصل على الثلاث نقاط. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا منتخب مصر اللي بيمثله النهاردة في حراسة المرمى عبد المنعم تامر حارس مرمى زد، ابراهيم عادل لاعب الاهلي، محمد نبيه المحله، احمد عبدين الاهلي، محمد عبد المنعم زد. نص الملعب علي ايهاب امبي، تيبو جابرييل هوفنهايم الالماني، مروان محمود لاعب زد، ايضا عمر سيد معوض النادي الاهلي، عمر خضر لاعب زد، وراس الحربه ايمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك. ايمن امير عبد العزيز ابن كابتن أمير عبد العزيز طبعا، يعني المدرب مع منتخب مصر الأول، وأيضا نجم عمر سيد معوض اللي قدامنا في الصورة كابتن الفريق دلوقتي اللي بيعمل عملية القرعة، ابن برضو النجم الكبير سيد معوض. مجموعة من اللاعبين المميزين جدا جدا في هذه المباراة وأيضا في المباريات السابقة، ولكن المباراة اللي فاتت يمكن كان لها خصوصية كده، بداية سريعة للمباراة، يمكن نوع من أنواع الثقة الزايدة شوية كانت عند المنتخب. إن شاء الله هذه المباراة يعني نشوف فيها أداء أفضل. المنتخب التونسي يعني بيمثله النهاردة في حراسة المرمى حسام بوهاني،
لاعب نادي الملعب التونسي، ايضا بخط الظهر ثلاثة انس عمدوني وريان شعبان وريان بوقديدة. انس عمدوني لاعب الترجي التونسي، وريان شعبان لاعب الصفاقسي التونسي، ريان بوقديدة لاعب سانت إتيان الفرنسي. نص الملعب عبد الرحمن عرقي الافريقي، علي جابر النجم الساحلي، ياسين بن عبد الله النجم الساحلي، ياسين بخريس الترجي. صفرت حكم اللقاء محمد اغا الليبي تطلق ليعلن بدايه احداث الشوط الاول. شوط اول هنشوف فيه منتخبنا منتخب مصر، منتخب الامل بالزي الاحمر والشرط الاسمر والشراب الاسمر على شمال حضراتكم، شمال ملعب 5 جويليا اللي بيستضيف هذه المباراه في الجزائر. والمنتخب التونسي الشقيق بالزي الابيض والشرط الابيض والشراب الابيض على يمين المقصوره الرئيسيه لاستاد 5 جويليا. البدايه سريعه جدا، وادي بقى هنا اصابه للاعب المنتخب التونسي. النهارده برضو تغييرات كتيره جدا اتعملت الحقيقه، اللي شاط فيه زميله ادي الريان بوقديده احد الطيور المهاجره للمنتخب التونسي واحد اللاعبين المحترفين، لاعب نادي سانت إتيان الفرنسي اللي كان بيشوط الكره اللي فاتت دي، لاعب رقم 3 للمنتخب التونسي اللي خبطها في زميله علي جابر لاعب النجم الساحلي اللي بنقول له ألف سلامة يا علي في أول دقيقة من عمر اللقاء. منتخب التونسي مثلث الهجومي محمد كريم قيزاني لاعب الترجي، ونسيم دنداني لاعب موناكو الفرنسي، وأرقم طبوبي لاعب الترجي الرياضي التونسي. منتخب مصر القيادة الفنية كابتن محمد وهبة طبعا المدير الفني، اتمنى له كل التوفيق النهارده. كابتن كمال سعاده مدير الفني للمنتخب التونسي، محمد وهبي معاه مؤمن عبد الغفار مدرب عام، وعصام عبده مدرب، يوسف طاهر حراس مرمى، واحمد سامي مدير اداري، حسين فتوح طبيب، وعباس حسنين مدلك، واحمد زيدان معد بدني. ادي تحضير للمنتخب التونسي، توصل على طول الكره ناحيه اليمين، محمد كريم قيزاني منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، عدى فات، وهنا يا سلام حطه في ظهره يا ولد يا نبيه، محمد نبيه مدافع منتخبنا ومدافع نادي غزل المحله، حطه في ظهره مفيش مشكله خالص. طبعا الحاجات دي بقى هتلاقي ايه اللي بيقع، وهتلاقي اللي صوته بيعلى في الملعب، يعني الحاجات دي طبعا حكم المباراه قريب جدا من المخالفه. وادي بقى اللعبه واحتكاك طبيعي جدا، في ايد هنا وفي ايد هنا، ده طبيعي عادي على فكره، لكن الايد ما عملتش الاعاقه، في حاجه اسمها وضع تنافس على الكوره. عاليه كوره في نص ملعب منتخبنا، ترجع تيبو جابرييل بدأ بيه النهارده، عمل 5 تغييرات محمد وهبة النهارده عن التشكيله اللي لعبت مباراه ليبيا الماضيه، 5 تعديلات. احمد عبدين لاعب النادي الاهلي على حساب عبد الرحمن علي، مكسب كبير لخط الظهر عبدين. محمد عبد المنعم لاعب نادي زد باك شمال كويس جدا. تيبو جابرييل بعد ما كان بديل المباراه اللي فاتت ونزل لاعب اساسي مكان محمد السيد لاعب نادي الزمالك، كمان علي ايهاب مكان علي نوفل، علي ايهاب لاعب نادي امبي مكان علي نوفل الباك اليمين لنادي طبعا الزمالك، وايضا ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك بيلعب على حساب حسام عادل مهاجم النادي الاهلي. تبديلات وتعديلات عملها محمد وهبة، كمان 4 تبديلات عملهم المدير الفني كمال سعادة عن المباراة اللي فاتت. تيجي فرصة نقول لحضراتكم ادي عرضية مش معدية، وادي على طول تسديدة اي كلام في اي حتة، مقطوعة الكرة وفيها قلشة، هنا بقى بيحاول عليها مرة تانية لاعب نادي الترجي التونسي انس عمدوني، عمدوني بيرجع ورا علي جابر، عرضية لكن مش معدية. جناح الشمال لاعب انس عمدوني لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، وادي على طول تمريره قطريه لمقطوعه من منتخبنا. الـ 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 الاستقرار مهم جدا، لازم نهدى كده ونركز. ادي ريان بوقديده يفتح الملعب ناحيه الشمال على طول، توصل الكره مره ثانيه لمنتخبنا، ضغط موجود، حسام عادل ابراهيم عادل يقطع الكره، ابراهيم عادل احد اللاعبين اللي عندهم مرونه تكتيكيه كبيره جدا جدا، شفناه بدا المباراه اللي فاتت مساك لعب ارتكاز، ولكن يعني لظروف التبديلات راح اتنقل هو باك يمين ونزل تيبو جابرييل في نص الشوط الثاني كده لاعب ارتكاز، وهنا بقى توصل الكره لمنتخبنا. عبد المنعم تامر يا ولد يا عبد المنعم احد الحراس المميزين جدا، شوف ما شاء الله جسم حاجه ايه يعني، ربنا يحميه. عبد المنعم تامر لاعب نادي زد، ادي احمد عبدين لاعب مهم جدا في خط الظهر،
كان عنده إصابة، بدأ المباراة اللي فاتت كبديل. فتح له على طول إبراهيم عادل، برضو لعيب مهم جدا جدا في منتخبنا. تيبو جابريل بدأ يثبت نفسه ويأكد أقدامه ويثبت أقدامه، لاعب هوفنهايم الألماني. تيبو جابريل لاعب المميز طبعا لمنتخبنا، لاعب بصبغة أوروبية. أدي طبعا كابتن محمد وهبة، محمد علي حسن وهبة، كابتن المدير الفني لمنتخبنا، مواليد 4 ديسمبر 63، مواليد إسماعيلية. كابتن وهبة أدي على طول تحضير لمنتخب تونس. عرقالة وإعاقة ومخالفة بدون بطاقة. عجبني محمد أغا الحكم الليبي الحقيقة، قريب جدا من كل كورة. وادي هنا بقى اللعبة اللي فاتت نبيه، كان دخل يعني عرقلة وإعاقة للاعب علي جابر. وادي عرضية تونسية جوه منطقة الجزاء، استلام. وادي تسديدة، يا ولد يا ولد يا ولد يا منعم. منعم يمسك كورته على طول ويعمل المرتدة السريعة لعمر معوض. عمر سيد معوض عدى فات، ولكن من قدامه بيطلع كرة على طول مدافع نادي الصفاقسي ريان شعبان، رمي التماس. إبراهيم عادل بيفتقد النهاردة توأمه حسام عادل راس الحربة، كان أساسي المباراة اللي فاتت، بيلعب كبديل النهاردة، بيلعب الأساسي النهاردة أيمن عبد العزيز. رمي التماس لمنتخبنا، تلعب رمي التماس إبراهيم عادل، توصل مرة تانية لإبراهيم، مضغوط عليه، بيرجع ورا. هنا حارس المرمى فين يا ولد يا ولد يا عبد المنعم. منعم بيعمل واحدة طويلة، ادي لمسة من ايمن عبد العزيز. عمر معوض بيجبره ان هو يطلع الكرة تماس، وده كلام مظبوط جدا، ده كلام مظبوط جدا. ادي رمي التماس لمنتخبنا، بدأنا نقرب من المرمى، بدأنا نروح في اتجاه المرمى، لكن لسه الخطورة الحقيقية مش موجودة. 6 دقايق لسه 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 بدري جدا، امامية طويلة ولكن تطول وتطلع خارج الملعب. رمي التماس، يلا يا رجال مصر، يلا يا شباب مصر. رمي التماس لمنتخبنا من ناحية اليمين، ان شاء الله منتخبنا للناشئين مواليد 2006 هيفرحوا كل الجماهير المصريه النهارده ان شاء الله بالفوز على المنتخب التونسي. ادي لمسه يد على عمر سيد معوض كابتن الفريق ولاعب النادي الاهلي، وضربه حره مباشره للمنتخب التونسي. ضغط مطلوب، الضغط مطلوب في المرحله دي وفي الحته دي تحديدا، لازم يضغط ضغط عالي. ادي شوف هنا بقى بيقول ايه ايمن عبد العزيز، بيقول لهم من هنا من هنا نضغط من هنا. ده كلام مظبوط يا ايمن. ايمن امير عبد العزيز لعيب، ابن لعيب وعمه لعيب، يعني لما نقول ده ايمن عبد العزيز الصغير، لان في ايمن عبد العزيز عمه الكبير طبعا نجم نادي الزمالك، وابوه امير عبد العزيز برضه نجم نادي الزمالك السابق، يعني عيله كرويه جدا. ادي محاوله المرور، وادي العرقله والاعاقه، تلعب الكره على طول للمنتخب التونسي، توصل في الجنب اليمين. وادي تسديدة اي كلام ضعيفة جدا، عندنا منعم يمسك منعم ويعمل ايد ورجل طويلة جدا حلوة في اتجاه ايمن عبد العزيز، يستلم الكرة تحت ضغط حلو قوي. يا ولدي ايمن يا ولدي ايمن، ياخد منها فاول، بحط جسمه حلو قوي، ده مطلوب جدا لراس الحربة ان هو يكون محطة يستلم ويستنى ويسند عليه زملائه عشان يعملوا عملية الترحيل بقى من حالة الدفاع لحالة الهجوم، هو ما يفقدش الكرة لحد ما يرجعه. ده كلام مظبوط جدا. امامية طويلة لمنتخبنا، حلوة ناحية اليمين، عمر معوض عدى فات. يا ولد يا ولد يا ولد، راح، يلا يا عمر، انت انت انت، يطلع يطلع دفاع المنتخب التونسي. شوف عمر معوض، شوف عمر معوض، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عمر معوض عدى فات، قطع مسافات، عمل العرضية، مستني مستني الهدية، مستني الهدية. ادي هنا عدى من واحد وعدى من التاني، طلع حارس المرمى، خلاص اقطع بقى يا راجل، اقطع يا راجل. وهنا قص الشريط، عدى مرة تانية، مروان مروان لاعب كويس قوي، مروان محمود لاعب نادي زد، عملها في الجنب الشمال عند نجم الفريق عمر خضر المهاري، اللاعب اللي بيرقص رجليه حلو قوي ناحية اليمين. توصل تاني تيبو جابريل لاعب نادي زد، عمر خضر من اللاعبين المميزين جدا. وادي اماميه طويله على طول عند ايمن عبد العزيز، مقطوعه. ايوه كده بدانا، وبدا منتخب مصر يعني يسيطر على مجريات الامور ويرجع يبقى هو اللي بيتحكم في رتم المباراه. مهم جدا مهم جدا. هو ده اللي بقول لكم عليه، عمر خضر اتنين مش مشكله عنده، ادي عدى من الاتنين ما شاء الله عليه، ما شاء الله عملها بينيه حلوه، توصل الكره لعمر علي إيهاب ولكن تعدي الكرة. عجبني ان علي إيهاب رجع مرة تانية، كان من ضمن التشكيلة اللي اخدت البطولة دي الموسم اللي فات او في شهر مارس اللي فات. ادي على طول تلعب الكرة المنتخب التونسي، ولكن هنا بقى الجناح الشمال انس عمدوني لاعب الترجي الرياضي التونسي يطلع على طول من قدامه منعم ويمسك كورته ويخلص المشكلة قبل ما تبدأ. هيل يا منعم،
لاعب نادي زد منعم هو ومحمد عبد المنعم الباك الشمال، ومروان محمود لاعب الارتكاز، وعمر خضر لاعب الجناح الشمال. ادي محمد عبد المنعم اللي بقول لكم عليه، وادي بقى هنا محمد نبيه لاعب غزل المحله. نبيه يفتح الملعب ناحيه الشمال، توصل الكره لمحمد عبد المنعم مره تانية لنبيه لاحمد عبدين. هنا مطلوب بناء الهجمه، خلي بالك يا احمد، عملها بشكل سليم، توصل ل تيبو جابريال لاحمد عبدين مره تانية، وادي تمريره مقطوعه يجيبها تاني لمنتخبنا. يا سلام يا ابراهيم يا عادل، اماميه طويله في نص ملعب المنتخب التونسي، يا سلام يجيبها على طول علي ايهاب، هات وخد حلو، ايمن عبد العزيز عدى فوت جوه منطقه الجزاء، ولكن مقطوعه الكره توصل للمنتخب التونسي. اماميه طويله للمنتخب التونسي في نص ملعب منتخبنا مقطوعه، حط جسمه حلو قوي ابراهيم عادل ويخلص كورته ويزهق الجناح الشمال انس عمدوني. اماميه طويله ليه منتخبنا، وسع نفسه حلو قوي علي ايهاب، يلا يا علي يلا يا علي، روح يا علي، واحد ضد واحد ممكن يعدي، عملها بعرض الملعب حلوه، كوره تعمل خطوره تعمل خطوره. هنا بقى علي عمر خضر، عمر خضر واحد ضد واحد، افتح زاويه التسديد وتسديده زحف ارضيه، ماشي حلو الكلام حلو الكلام، ومنتخبنا بدا يبقى يعني يظهر في الصوره الهجوميه ويظهر في الكادر الهجومي. بدانا نقرب، بدانا يعلى صوتنا، بدانا نتفاعل مع الهجمة والفرصة، بدأنا نشوف تسديد على المرمى. لسه مش بالفعالية الحقيقية، مش بالخطورة الحقيقية، ولكن يعني بتبدأ الأول بكده وبعد كده بتوصل للأهداف إن شاء الله. أدي عمر معوض، لا لا أداء منتخبنا غير، أداء منتخبنا في هذه المباراة مختلف تماما عن أداء المباراة اللي فاتت. هو ده الكلام يا رجالة، مفيش أي مشكلة إطلاقا، وارد تبقى في يومك في مباراة ووارد ما تبقاش في يومك في مباراة، ان شاء الله نلحق نفسنا وان شاء الله نتدارك الامور. احنا حاملين اللقب، فايزين بكل المباريات اللي فاتت بتاعت الدورة اللي فاتت اللي كانت برضو في الجزائر في الموسم الماضي. ده كلام يعني محترم جدا جدا. منتخبنا منتخب المغرب مركز تاني، المنتخب التونسي ده حقق المركز الثالث، والمنتخب الجزائري المركز الرابع في اخر بطوله. ثلاث بطولات سابقه، بطولتين احتضنتهم المغرب، اول بطوله 2009 فاز بيها المنتخب التونسي في هذه البطوله، الجزائر ثاني والمغرب ثالث، ثاني بطوله 2015 كان احتضنتها المغرب برضو، موريتانيا فاز بالمركز الاول ثم تونس ثم المغرب، والبطوله الاخيره وحامل اللقب فيها المنتخب المصري منتخبنا الحبيب اللي كانت بتقام في في الجزائر، والمغرب تاني، تونس ثالث، والجزائر رابع. خدنا كان فاز في كل المباريات اللي شارك فيها في هذه البطولة. ما تيجي فرصة كده نقول لحضراتكم على البطولة بالتفصيل. ادي انطلاقة المنتخبنا، حلوة الكورة، تعمل خطورة، عرضية عرضية، هوبا يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، امير ايمن امير عبد العزيز كان هيعملها لو استلم كويس، لو ركز كويس كان هيبقى فيها كلام وكلام، كان هيبقى فيها كلام وكلام. ضربه حره لمنتخب تونس، اماميه طويله، وصلنا للدقيقه 14 من زمن الشوط الاول، تعادل سلبي بدون اهداف، منتخب مصر ومنتخب تونس مواليد 2006، بطولة شمال افريقيا، البطولة المؤهلة لبطولة امم افريقيا مواليد 2006، منتخب الناشئين، فريق واحد بس هو اللي هيصعد من هذه المجموعة او هذه البطولة، مقسمينها اقسام، قسم شمال افريقيا نصيبه من الفرق اتنين، لكن حظنا بقى ان اللي هينظم البطولة في مارس القادم هو منتخب الجزائر، وبالتالي حاجز مكان من الاثنين من بتوعنا، من بتوع شمال افريقيا، فبالتالي شمال افريقيا باقي له مقعد واحد بس. كل الفرق دي بتلعب على مقعد واحد بس، مصر تونس الجزائر، مصر تونس المغرب ليبيا.
الأول فقط. منتخب مصر إن شاء الله بالرجال اللي موجودين اللي حققوا البطولة دي قبل كده ممكن يقدروا يعملوا الكلام ده. أدي على طول هنا بقى تشتيت ويطلع على طول دفاع منتخبنا، وابراهيم عادل يسند كورة طويلة، عمر سيد معوض، يا ولد يا ولد يا عمر، يقطع عمر، شوف المساندة من ابراهيم عادل، المرتدة سريعة لمنتخبنا. ادي علي إيهاب، يلا يا علي يلا يا علي، بوش رجله الخارجي، مفيش تسلل مفيش تسلل، ممكن يعمل انفراد لو دخل لجوه، يا راجل يا راجل. الهدف الأول خطأ قاتل من حسام بوهاني، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا أيمن. أيمن عبد العزيز يفاجئ الجميع بتسديدة من بعيد، وكان عنده فرصة يروح، لسه بقول له يا راجل. الراجل بقى حسام بوهاني لاعب الملعب التونسي حارس المرمى، يعني هدية مجانية بيديها للجماهير المصرية بخطأ قاتل وتسديدة رائعة من أيمن عبد العزيز. شوف البينية السحرية من إيهاب، علي إيهاب، أيمن عبد العزيز بيسدد زحفة أرضية وأنجح في تسجيل الهدف الأول لمنتخبنا. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام وهو ده الهدف الأول لمنتخب مصر. أيمن أمير عبد العزيز، هدف أول لمنتخبنا، إن شاء الله مش هيكون الأخير وهيكون سلسلة للهجمات والأهداف القادمة. مية مية، فرحت المصراوية، هدف أول لمنتخبنا. ادي على طول كان اثناء الاعاده حصل انذار لتيبو جابرييل في الدقيقه 17 من عمر الشوط الاول. على طول ادي تيبو جابرييل عدى على طول، ولكن انا بقى دخل معاه وعمل له عرقله لاعب علي جابر لاعب نادي النجم الساحلي. ادي تيبو جابرييل، ادي السامعين بيقول هات هات هات، يعني مصري مصري. اه شكله طبعا مش مصري، لكن هات 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 العب انت، يعني دي مصري مصري. يعني تحضير لمنتخبنا، توصل الكره حلوه في الجناح الشمال عند المتميز عمر خضر، لكن تشتيت من دفاع المنتخب التونسي. توصل الكره المنعم عبد المنعم تامر، 16 دقيقه من عمر اللقاء واصبحت النتيجه تقدم منتخبنا، منتخب الناشئين مواليد 2006، بهدف مقابل لا شيء سجله المتألق أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. أدي محمد وهبة ظهر في الكادر، خلاص الأمور بتسير من حسن إلى أحسن، ده كلام مظبوط. أمامية طويلة، استلام من أيمن عبد العزيز، ولكن هنا في دفعة دفعة وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة للمنتخب التونسي، تحضير على طول محمد كريم قيراني. ادي هنا بقى ياسين بخريص لاعب الترجي الرياضي، قطعت الكورة، ادي البينية حلوة الخطورة، لو وصلت لو وصلت لمروان، مروان بيقاوح فيها وهو نايم، مفيش مشكلة توصل تاني للمنتخب التونسي. تحضير تونسي، انطلاقة في الجنب الشمال ياسين بخريص، حلوة أمامية طويلة، لكن الأحلى بقى من عبدين. يا سلام يا عبدين، مغطي كويس وقطع الكورة، لو عدت دي من عبدين كانت هتبقى مشكلة، لكن ظبطت الحكاية. أدي أمامية طويلة مرة تانية، عرضية تانية، وأدي عبدين تاني، يا ولد يا عبدين، واضح إنه لسه بيعاني من الإصابة ولكن لعب كويس لعب كويس. أدي العرضية للمنتخب التونسي، هنا بقى في بعض الأحيان شايفين اللي ماسك رجله كده عبدين، هو نزل كبديل الحقيقة في المباراة اللي فاتت، نزله الكابتن محمد وهبة، يعني ممكن يكون بقى ايه يا دوب لسه راجع من الاصابه، ما لحقش يعني يكتمل 100%، بس محتاجه في هذه المباراه. بدا بيه النهارده كابتن محمد وهبه، احمد عبدين لاعب النادي الاهلي على حساب عبد الرحمن علي. اماميه طويله لمنتخبنا، ضربه الراس من علي ايهاب اللي عمل البينيه السحريه، عمل بينيه دواء دواء. مره ثانيه عمر خضر، عمر خضر بيعملها بينيه، يا سلام على الحجز، يا سلام على الحجز، يا رائع يا رائع يا ايمن يا عبد العزيز، فرود 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 مفيش كلام. شوف هنا يحط جسمه ولا الهوى ولا الهوى، هو ده الكلام هو ده الكلام. دخل معاه ياسين بن عبد الله، ويعني ولا الهوى بقى يقدر يعمل له اي حاجه. ضربه حره لمنتخبنا، هنشوف بقى تتسدد من مره واحده ولا ايه. وانت مغمض كده، احد العمرين، عمر خضر ولا عمر سيد معوض؟ بعيدة شوي بعيدة شوي، ما تتشطش، تتعلم
هذه جملة لكن ما زبطتش، ما فيش مشكلة، اللي جاي أحسن. أمامية طويلة حلوة للمنتخب التونسي، ولكن التغطية من نبيه يا ولد يا نبيه، يقطع الكرة ويبعد الخطورة. محمد نبيه رمي التماس لمنتخب تونس، انطلاقة في الجناح اليمين عند أنس في الجنب اليمين، عايز يعدي ويعمل عرضية لكن عرضية مش معدية، مقطوعة على طول توصل لمنتخب تونس مرة تانية، وادي عرضية تاني جوه منطقة الجزاء. يا ولد يا نبيه يا ولد يا نبيه يا ولد يا نبيه، الكرة اللي فاتت دي كانت في منتهى الخطورة. وادي هنا بقى التغطية العكسية من إبراهيم عادل، سلام يا إبراهيم، طلع الكرة ويشتت. رمي التماس للمنتخب التونسي، ياسين بوخريس لاعب الترجي بيقول لريان بوقديدة اطلع يا بوقديدة، بيقول له اطلع يا بوقديدة، لاعب سانت اتيان الفرنسي. كان عندهم نجم كبير اسمه منير بوقديدة، انا مش عارف الحقيقة هل هو ابنه ولا تشابه اسماء الحقيقة، لكن نفس الاسم بوقديدة. امامية طويلة لمنتخبنا، مقطوعة لكن يجيبها تاني منتخب مصر، ودي واحدة طويلة هنا، اضرب 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 بدماغك يا راجل يا راجل. عمر سيد معوض كان لازم يطلع يضرب ضربة راس ويكمل على الكورة، عمر سيد معوض ولكن لسه فيها كلام، توصل تاني لمنتخبنا. محمد نبيه مش كويس قوي قوي، محمد نبيه التشتيت مفيش مشكلة، مقطوعة الكورة توصل لعبد الرحمن عرقي، يجيبها تيبو جابريل، يا سلام يا سلام يا سلام، تيبو جابريل لعبها حلوة قوي لعلي إيهاب، وش رجله الخارجي، تمديرة بينية لكن مش معدية، مقطوعة الكورة على طول، توصل الكورة لمحمد كريم قزاني، قزاني كابتن المنتخب التونسي قزاني، مضغوط عليه ومقطوعة، طبوبي بيحاول عليها لكن يجيبها منتخبنا. ادي على طول محاولة تمريرة أمامية لكن برضه مقطوعة، توصل لمنتخب تونس. وادي أمامية طويلة في الجناح الشمال، عبد الرحمن عرقي، عبد الرحمن لاعب الإفريقي التونسي، عبد الرحمن طولت منه حب ياخد فاول، ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط. حكم اللقاء محمد آغا الليبي، بيعاونه محمد باسم مساعد أول، مصطفى أكركاد المغربي مساعد تاني، ومصطفى كشاف الحكم الرابع من المغرب، حكم والمساعد الأول من ليبيا والمساعد التاني والرابع من المغرب. ألف سلامة على نجمنا أيمن عبد العزيز، ألف سلامة يا أيمن، أتمنى له السلامة. 22 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول، ومنتخبنا وأبطالنا متقدمين على منتخب تونس بهدف مقابل لا شيء، أبطال 2006 مواليد 2006. أدي الهدف وأدي التسديدة، طبعا خطأ قاتل من حارس المرمى حسام بوهاني، حارس مرمى الملعب التونسي، هنا كان لازم يحط صدره ورا الكورة لكن طبعا هو ما حط الصدر ورا الكورة، عدت الكورة من تحت إيده، وتسديدة أيمن عبد العزيز جابت هدف أول لمنتخبنا، ده كلام مظبوط جدا. منتخبنا زي ما قلت لحضراتكم بيلعب في بطولة شمال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وإن شاء الله يحقق اللقب لأنه هو حامل اللقب. أول مباراة في اللقب اللي فات طبعا اللي كانت في الجزائر برضو، فزنا على منتخب تونس 3-2 في أول مباراة، كان مروان وعمر ومحسن محروس اللي جابوا الثلاث أهداف، بعد كده فزنا على منتخب ليبيا 4-0 برضو، محسن محروس وابراهيم عادل ومحمد عبد المنعم، ابراهيم عادل كان جاب جونين، محمد عبد المنعم. بعد كده فزنا على منتخب المغرب 1-0 بعمر سيد معوض، وفي المباراة النهائية فزنا على منتخب الجزائر 1-0 بهدف ابراهيم عادل، والعلامة الكاملة منتخب مصر يحصل على هذه البطولة. البطولة دي ان شاء الله يلحق نفسه ويعوض تاني منتخبنا، يعني في حسبة كده ان منتخب المغرب هيقابل منتخب ليبيا اللي فاز علينا بعد هذا اللقاء مباشرة الساعة 7:15، وبالتالي لو فاز منتخب المغرب، وده شيء وارد جدا على فكرة لان منتخب المغرب منتخب كويس جدا جدا، منتخب المغرب فاز على منتخب تونس 2-0، لو فاز بقى منتخب المغرب على منتخب ليبيا يبقى منتخب مصر والمغرب المباراة الأخيرة اللي بينهم بقى هي اللي هتحدد بطل هذه البطولة. عشان كده يعني بنقول ان لسه الأماني ممكنة، ولسه الأمور ولسه الحكاية في الملعب، ما نقلقش خالص. أمامية طويلة لمنتخب تونس لكن مش تحدى أبدا، على طول بيشتت محمد عبد المنعم، يشتت الكورة لكن مقطوع. يا ولد تيبو جابريل ده حاجة جميلة في نص الملعب، حاجة جميلة في نص الملعب،
هذه أمامية طويلة لمنتخبنا، لكن مقطوع الكرة من ريان بوقديدة لاعب سانت إتيان الفرنسي، وهذه واحدة طويلة في اتجاه لاعب رقم 7 أنس عمدوني لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، ولكن في راية وصفارة تسلل على رياء أنس عمدوني. هنا كان راجع من التسلل وضربة حرة لمنتخبنا غير مباشرة، تلعب على طول ناحية الشمال، توصل الكرة لمحمد عبد المنعم، ودي واحدة طويلة عند أيمن عبد العزيز، ضربة الرأس من ياسين بن عبد الله لاعب النجم الساحلي، مقطوعة يجيبها منتخبنا، لكن هنا بيقطع المنتخب التونسي، لكن هنا مغطي يا ولد يا محمد يا نبي، محمد نبيه مغطي موجود في المكان المطلوب والمعاد المظبوط، توصل للمنتخب التونسي حلوه ناحيه الشمال، انطلاقه ادي العرضيه لكن بعيده بعيده، الاستلام هنا ما يديلوش راحته، ما تديلوش المساحه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، نسيم ادنداني مهاجم نادي موناكو الفرنسي، نسيم ادنداني كان هيعمل مشكله، كان هيعمل مشكله، واستغل خطا في المسك والرقابه وعد حلو قوي، ولكن عندنا حارس مرمى عالمي اسمه عبد المنعم تامر، ادي هنا عدت الكوره، وهنا بقى عدى من واحد وعدى من الثاني، ولكن منعم موجود في المكان المطلوب والمعاد المظبوط، قطع الكوره وابعد الخطوره انفراد تام وصريح يا منعم حارس مرمى منتخبنا ونادي زد. ادي مره ثانيه نسيم ادنداني، اخطر لاعب عندهم نسيم لاعب نادي موناكو الفرنسي، بيلعب في الجناح اليمين نسيم ادنداني، عندهم ثلاث محترفين المنتخب التونسي، اثنين بيلعبوا في التشكيله الاساسيه، نسيم ادنداني لاعب موناكو، والمساك اللي على ناحيه الشمال ده ريان بوقديده لاعب سانت إتيان الفرنسي. ادي عرضيه ارضيه، وادي نسيم مره ثانيه، ادي على طول في منطقه الخطوره، هنا بقى اللاعب انس عمدوني، انس عمدوني كان هيعمل مشكله، كان هيعمل مشكله، بيستلم تحت ضغط حلو قوي جوه منطقه الجزاء الحقيقه لعيبه المنتخب التونسي. ادي هنا شوف بيقطعه وبياخدوا مساحات فاضيه في نص او في منطقه جزاء منتخبنا بيبقى فيها انعدام رقابه، هنا بقى لازم نخلي بالنا، لازم نخلي بالنا من المسك جوه منطقه الجزاء، رمي التماس طويله جدا ومنعم بالبوكس، اوه يطلع، والحمد لله الحمد لله، ارقم طبوبي لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي اللاعب رقم 10 طبوبي بياخدها من تحت لفوق، يا دوب كده الكره طبت على الارض وطبوبي اخدها، ما اخدهاش من على وش الارض، خدها من تحت، عشان كده لازم الكره تطلع فوق. 27 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول، تقدم منتخبنا على المنتخب التونسي 1-0، وادي واحدة طويلة لمنتخبنا لكن برضه مقطوعة، المنتخب التونسي بدأ يدخل في مجريات الأمور، وادي عبدين بيقطع، سلام يا عبدين حلوة الكورة تعمل خطورة لو يلحق عمر معوض، ما يلحقش عمر معوض، تطول وتطلع خارج الملعب، رمي تماس لمنتخب تونس. هذه اللاعب المميز نسيم دنداني، نسيم دنداني اللاعب موناكو الفرنسي، ثلاث محترفين عندهم بيلعبوا في الدوري الفرنسي، طبعا دول شمال افريقيا كلها اللغه الفرنسيه بالنسبه لها زي اللغه الاولى بالظبط، بل ممكن تكون احسن، في بعض اللاعبين بيبقوا اصلا مولودين وعايشين في فرنسا اصلا، فالفرنساوي عندهم بيبقى احسن من العربي. ضربه مرمى لمنتخبنا، منع عبد المنعم تامر يلعب ضربة المرمى طويلة الكورة لناحية الشمال عند عمر خضر، مقطوعة الكورة، ادنداني بيلعب تمريرة ادنداني مقطوعة، قطعت توصل للمنتخب ريان شعباني، ريان شعبان لاعب الصفاقسي، تمريرة طويلة أطول من اللازم، لازم نهدي الملعب شوية. تعالى معوض، هنا بينادي على معوض إن هو يجي عشان يقرب رمية التماس ما تبقاش بعيدة قوي، ادي هنا بقى بيلعبها بعيدة، ضغط مرة تانية، وادي القلشة من حسام توصل في نص ملعبنا، عالية عند عمر معوض بضربة الراس، وهنا بقى سلام عليك ايمن عمير عبد العزيز مغطي بشكل كويس قوي واخد منها رمية التماس، بيروح ويقاوح في كل كورة فرود يعني، رمية التماس لمنتخبنا يلعبها حسام ابراهيم عادل، ابراهيم اخو حسام على فكره يعني، هما الاثنين بيلعبوا في النادي الاهلي، ابراهيم عادل وحسام عادل توأم،
واخوه بدا معاه المباراه اللي فاتت، ولكن النهارده على دكه البدلاء بيلعب على حسابه ايمن عبد العزيز، وايمن عبد العزيز بيكافئ مديره الفني محمد وهبه ان هو يعني اداله الفرصه انه يبدا هذه المباراه، وبيسجل الهدف الوحيد لمنتخبنا حتى الان في الدقيقه 16 من عمر اللقاء. ضربة حرة لمنتخب تونس، ادي ريان بوقديدة محترف في سانت تيان الفرنسي، يعمل امامية طويلة ولكن مقطوعة لمنتخبنا. توصل هنا بقى راجع من التسلل ايمن عبد العزيز، لكن عجبني ايمن قوي انه محطة كويسة قوي، بيقف ويستلم ويستنى زملائه لحد ما يرجعوا ويعملوا عملية الارتداد من حالة الدفاع لحالة الهجوم، والكرة ما بيفقدهاش. ادي مرة تانية انطلاقة من نسيم دنداني، تمريرة اطول من اللازم، تطول تبقى رامي التماس ريان شعبان، يلعب رامي التماس طويله جوه منطقه الجزاء، بيستلم على طول اللاعب انس عمدوني لريان مره ثانيه، ريان عرضيه يا سلام، يطلع محمد دبيح بضربه راس. توصل في نص الملعب تسديده اي كلام في اي حته، علي جابر لاعب النجم الساحلي. ضربه مرمى لمنتخبنا، هيلعبها منعم عبد المنعم تامر، يلعب منعم حارس المرمى طويله معديه نص الملعب على مرتين لا ثلاثه، توصل تاني ناحيه الشمال للمنتخب التونسي لكن تشتيت، توصل تاني المنتخب، السلام من عبدين، هاي لي عبدين واحده طويله، اللمسه من ايمن عبد العزيز، ماشي مفيش مشكله، تطول وتطلع خارج الملعب رامي التماس، رامي التماس تيبو جابريل، ضربة راس بيصلحها له عبدين، عالية مرة تانية تيبو جابريل، سيطرة على الكرة كنترول، واحدة طويلة جدا قبل ما توصل لمنطقة الجزاء، يطلع حارس المرمى حسام بوهاني حارس مرمى الملعب التونسي ويمسك كورته. ادي على طول ناحية اليمين ياسين بن عبد الله، ياسين على شماله لريان بوقديدة، ريان بيعمل البينين، واحدة طويلة ابراهيم عادل اتزحلق، مفيش مشكلة، قام على طول برشاقة، ضغط موجود، يا سلام، راجل ابراهيم عادل، راجل يا ابراهيم. هنا بينادي طبعا المساندة من نص الملعب، لكن ما شاء الله، شوف الانقضاض، شوف القوة، شوف الروح المصرية الجميلة. طلعت الكرة رامي التماس للمنتخب التونسي طويلة جدا، وادي عبدين يا ولد يطلع الكورة ويعليها مرة تانية، عمر خضر لبعيد يا عمر، وهنا أيمن عبد العزيز، أنت معانا ولا معاهم يا أيمن، توصل على طول الكورة مرة تانية، عرضية تاني للمنتخب التونسي، توصل ناحية الشمال، أدي على طول بيلحقها هنا بقى ياسين بخريص على حدود منطقة جزاء منتخبنا، ضغط من المنتخب التونسي قوي جدا، الدفاع من منتخبنا بشكل رائع جدا، وادي على طول اماميه طويله توصل للمنتخب التونسي مره ثانيه، توصل ناحيه اليمين، ادي محاولات المنتخب التونسي لكن الدفاع المصري رائع جدا، وادي واحده طويله توصل ثاني لمنتخب تونس، ادي ياسين بخريص على حدود منطقه الجزاء، ضربه الراس دفاعيه يجيبها منتخبنا، توصل في نص الملعب، ادي الضغط موجود عند ايهاب، ولكن هنا بقى ترجع ورا خالص لحارس المرمى حسام بوهاني. 33 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول، تقدم منتخبنا منتخب الناشئين 2006 على منتخب تونس 2006 1-0 بهدف أيمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك ومنتخبنا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. بطولة شمال إفريقيا للناشئين المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للناشئين، فريق واحد فقط هو اللي هيتأهل من هذه البطولة اللي بتضم مصر تونس المغرب وليبيا. بينية للمنتخب التونسي، انطلاقة ابراهيم عادل، يا سلام، تيبو جابريل واحد واثنين، حط رجلك جمد رجلك، ابراهيم بيصلحها له، هو ده الكلام، وايهاب ضغط قطع، يا سلام يا ايهاب، تيبو جابريل شوف في كل حته بيروح يساند، اخيرا بقى احسب يا راجل، ضربه حره للمنتخب ده، هيرجعها ورا، تحضير على طول لمنتخبنا،
ادي علي ايهاب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ايهاب، حاجه جميله حاجه جميله. علي ايهاب ما لعبش المباراه اللي فاتت ولا اساسي ولا احتياطي، انا مش عارف الحقيقه هل كان في اصابه ولا في ايه، مش عارف الحقيقه، لكن لعب كويس جدا جدا. ضربه حره لمنتخب مصر، هيلعبها عمر سيد معوض برجله الشمال. يلا يا عمر، يلا يا معوض، يلعب جناح شمال، والده نجم مصر ونادي الاهلي ونادي اسماعيل السابق كان بيلعب باك شمال، هو بيلعب جناح يمين. عمر سيد معوض، ادي هاته خد حلوه جوه منطقه الجزاء، جمله جميله، يا سلام لو تمت، يا سلام لو تمت، لكن ما تتمش مظبوط. ادي هنا بقى مقطوعه الكوره للمنتخب التونسي، المرتدات السريعه في منتهى الخطوره، لكن التغطيه هايله هايله هايله، بيقطع الكوره على طول محمد عبد المنعم. هايل يا منعم، ترجع مره ثانيه، يلا يا منعم، يلا يا منعم. منعم بيلعب عليه اخطر لاعب في المنتخب التونسي، اللاعب نسيم دنداني لاعب نادي موناكو الفرنسي، جناح اليمين للمنتخب التونسي. 35 دقيقة لسه 10 دقايق، تقدم منتخبنا للناشئين على منتخب تونس للناشئين 1-0. رمي التماس بيلعبوها طويلة جدا، ياسين بوخريس بيلعبها طويلة جدا جدا، لكن المرة دي عملها قصيرة لطبوبي، أرقم طبوبي، وادي تسديدة تيبو جبريل قائم عن حارس المرمى. مقطوع الكوره، المرتده السريعه، يلا معوض، يلا معوض، روح روح يا معوض، روح يا معوض، روح يا معوض، معوض روح معوض، لكن معوض معاه ثلاثه، معوض معاه ثلاثه، هيعمل ايه هنشوف ونتابع. اتقطعت الكوره، هيجيبها ثاني ايمن، وتسديده قويه، تسديده قويه جدا، تخبط على طول وتطلع خارج الملعب، ضربه ركنيه. ده كلام جميل، ده كلام جميل، امير ايمن امير عبد العزيز، حاجه جميله. هذه التسديده حلوه حلوه حلوه، اول ما بيشوف الجون بيسدد. ضربه ركنيه لمنتخبنا. هنشوف بقى تتعمل ازاي. يلعبها عمر سيد معوض من مره واحده ولا في حاجه كده متفقين عليها، هنشوف ونتابع. ادي عمر معوض، وادي بقى طالعين رواد فضاء منطقه جزاء منتخبنا، تلعب قصيره، عمر معوض مره تاني يسند على شماله، يعدلها على يمينه، وعلى يمينه بيرفع عرضيه حلوه، الاستلام ممكن يسدد، سندها ورا مره تانيه، حلوه الكوره، ايهاب ايهاب ايهاب، وتسديده قويه من علي ايهاب، ترتد الكوره لمنتخب تونس. وادي بقى الخطا، الخطا، وهنا بقى حكم اللقاء قال له ما فيهاش حاجه، يا ولد يا ولد يا ابراهيم يا عادل، هو ده الكلام، ابراهيم عادل مقاتل مقاتل، لاعب بدرجه مقاتل، لاعب نادي الاهلي ومنتخب مصر، ابراهيم عادل الباك اليمين، الديفندر المساك، لاعب الارتكاز، زي ما انت عايز تقول قول، هذا اللاعب اللي عنده مرونه تكتيكيه اكتر من رائعه. ادي عمر معوض، يا ولد يا ولد يا ولد، شوف عمل العرضيه بيمينه عالميه، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. وادي كوبري بقى وحاجات جميله جدا، الكباري والانفاء اشتغلت، والجمال والحلاوه للاعبي منتخب مصر، والمهاري عمر خضر عدى فات، عرقله واعاقه ومخالفه بدون بطاقه، وضربه حره لمنتخب مصر. ادي عمر خضر احد اللاعبين اصحاب المهارات العاليه جدا جدا، وادي عرقله واعاقه والمخالفه مصحوبه بالبطاقه لمحمد كريم قيزاني لاعب نادي الترجي التونسي. الانذار الاول للمنتخب التونسي في هذه المباراه في الدقيقه 39. أنا كمان عمال أقول إيه صوت الموتوسيكلات دي، هل البروي جاي غلط ولا إيه، لكن يعني لقيت فعلا في موتوسيكلات بره، في موتور سايكلز. ضربة حرة لمنتخبنا، عمر خضر على التنفيذ، دقيقة 39، وعمر عرضية 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 معدية، لا مش معدية مش معدية، طلع على طول دفاع المنتخب التونسي، تحضير للتونس. ودي واحدة طويلة من غير تحضير بيعملها، يا سلام يا سلام يا نبيه، محمد نبيه مدافع غزل المحلة منتخبنا بيعمل واحدة طويلة وعلى صدره، حاجة جميلة، عظمة عظمة، واحدة طويلة في نص الملعب توصل على طول لمنتخب تونس، انطلاقة ناحية الشمال، حلو الكلام للمنتخب التونسي، عد فات
ضغط موجود. شوف هنا بقى حلو الكلام، التغطية والتقفيل مش مدي لهم مساحة، لكن المهارة بتخلص العبارة. مرة تانية مقطوعة المنتخب تونس يجيبها منتخب، يا سلام يا سلام، حلو الكلام، يقطع مروان المرتدة سريع، عمر سيد معوض، يلا يا عمر، يلا يا عمر، بإيده يا راجل، بإيده يا راجل، بإيده ماشي، برجله ماشي. ولكن هنا حكم اللقاء عمر أغا قال إن هي لعبة طبيعية، ما فيش مشكلة، ودي واحدة طويلة جدا. ولكن هنا بقى حارس المرمى عبد المنعم تامر قاطع الكورة وشايل الخطوة. كان في صفارة ان الكرة تخطت خط التماس، مظبوط مظبوط، عدت الكرة خط التماس ورمي التماس لمنتخبنا ابراهيم عادل. تيبو جابريل، شوف الاحساس بالمكان واحساس بالمنافس، حاجة جميلة، عارف ان الراجل ضاغط عليه وحاسس هو جاي له منين، عمل سبيد تيرن واستلم ولف في الاتجاه المعاكس، ده كلام مظبوط جدا. وادي عمر خضر بيلعبها حلو قوي في الجناح الشمال، ادي بقى ايهاب، علي ايهاب عايز يعدي لعمر خضر مره ثانيه، علي ايهاب لاعب امبي وعمر خضر لاعب زد، عايز يعدي عمر، ولكن هنا في عرقله واعاقه ومخالفه بدون بطاقه. ادي المحترف نسيم دنداني لاعب موناكو الفرنسي بيعمل فاول وضربة حرة مباشرة، مظبوط الكلام. لكن عجبني الحقيقة ان منتخب مصر استطاع ان هو يمتص الفترة اللي كان فيها ضغط كبير جدا للمنتخب التونسي بدون ما يتم تسجيل اهداف في مرمانا، ده حاجة جميلة جدا. ادي هات وخد جملة حلوة قوي، منتخبنا حلوة داخل منطقة الجزاء، وعلي ايهاب لو استلم، علي ايهاب لو استلم، لكن ياسين عبد الله ياسين بن عبد الله لاعب النجم الساحلي بيطلع الكرة من قدامه ويبعد الخطورة وتطلع خارج الملعب، رامي التماس لمنتخبنا، تلعب رامي التماس، توصل الكرة على طول عند امير ايمن، امير ايمن، امير عبد العزيز، حلوه ناحيه الشمال، وادي الخطير الخطير، عمر عمر، عرضيه ضربه الراس، يا مروان يا مروان يا مروان، ارجع نص خطوه لورا، نص خطوه لورا، مروان محمود كان هيبقى هدف تاني ويريحنا كتير يا مروان، يريحنا كتير. شوف المجهود الكبير اللي عمله، شوف المجهود الكبير اللي عمله عمر خضر، لازم يتكلل بهدف يا مروان. مروان عمل مباراة كبيرة جدا المباراة اللي فاتت، الحقيقة كان من نجوم اللقاء. ادي هنا بقى ابراهيم عادل، يا سلام يا ابراهيم، يلحق الكرة في فدائية، قلتلكوا ابراهيم ده لاعب بدرجة مقاتل، تسلل، مظبوط الكلام مظبوط الكلام، مجهود كبير مجهود كبير جدا طبعا ابراهيم عادل عمله فيه التغطية في الفترة اللي فاتت، وطلع ورجع وطلع ورجع، وحاجة يعني كبيرة. شوف طبعا هنا استنى، سيبه شوية سيبه شوية يا راجل، يلقط نفسه بس، يلقط نفسه، واخر ثلاث دقايق من عمر الشوط الاول ومنتخبنا والمأمورية تسير على احسن ما يرام، والمطلوب هو الثلاث نقاط في هذه المباراة ولا شيء غير الثلاث نقاط، اي نتيجة تانية تطيح بحامل اللقب منتخبنا منتخب مصر من هذه البطولة، وبالتالي من بطولة افريقيا اللي بتؤهل لكاس العالم، فانت بتاخدها خطوة خطوة. يعني لو لا قدر الله لم تتأهل او اللي مش هيتأهل من هذه البطولة مش هيشوف بطولة افريقيا اللي اصلا بتودي كاس العالم، فلو انت ما رحتش بطولة افريقيا اكيد مفيش فرصة ان انت تروح كاس العالم. هذه انذار لريان بوقديدة، عرقلة واعاقة ومخالفة مصحوبة بالبطاقة، وانذار لريان بوقديدة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء. ضربة حرة لمنتخبنا، ضربة حرة لمنتخبنا، هيلعبها الكابتن والقائد عمر سيد معوض، يلا يا عمر يلا يا معوض، ادي العرضية الأرضية يا راجل يا راجل، عندك أحسن من كده كتير جدا، لعيب كبير قوي عمر سيد معوض ده، عنده حاجات كتير جدا. وادي واحدة طويلة، ضربة الراس مقطوعة، توصل تاني لمنتخب تونس، يا سلام يا سلام، مقطوع يجيبها تاني منتخبنا، لكن تطول من محمد عبد المنعم، خلي بالك يا منعم، وادي العرضيه تاني، حسام ابراهيم، ابراهيم عادل، ده كلام مظبوط، مقطوعه، ابراهيم بيلعب في جبهه وعمر يعني ما بيغطيش معاه كويس، عمر بارتداده اقل شويه، وادي على طول تسديد، يا سلام يا عبدين، وادي على طول واحده طويله لكن سهله قوي،
يسيطر عليها عبد المنعم تامر ويمسك الكوره مره ثانيه. شايفنا ابراهيم عادل بيكلم عمر سيد معوض يرجع يرد معاه شويه في الناحيه الدفاعيه. لازم الجناح يبقى هو الخطوه او الخط الاول في الدفاع. ادي مره تانية توصل لمنتخبنا. عمر خضر زودها طولها شويه، ده هو اللي رايح للزحمه، هو اللي رايح للزحمه. طبعا انت لعيب مهاري ولعيب كبير وعندك القدره على حل موقف واحد ضد واحد، بس ممكن يبقى واحد ضد اثنين، واحد ضد ثلاثه، فتبقى العمليه صعبه جدا جدا. ترجع ورا الكوره ما تلاقيش غير منعم، عبد المنعم تامر يمسك كورته ويخلص المشكله. هنا من ما يبتدي يمسك بقى نبتدي نعد عليه الست ثواني، اخر 10 ثواني من عمر اللقاء في شوطه الاول. كده انتهى وقت الشوط الاول، ودقيقه واحده وقت محتسب بدل من الضايع بيحسبها لنا حكم اللقاء الليبي محمد اغا، وبيشير بها المغربي محمد كشاف. وبدانا نلعب في الثواني الاولى منها. وادي شوف بقى التغطيه من تيبو جابرييل. يا ولد يا ولد يا ولد، لعيب كويس قوي، لعيب كويس قوي. يعني تيبو جابرييل ده ممكن جدا يتم تصعيده في الفتره اللي جايه لمنتخب الشباب بكل بساطه. ادي عرضيه جوه منطقه الجزاء والتغطيه موجوده من منتخبنا، وهنا بقى في يعني سوء تفاهم، عايزين الدقيقه تخلص بقى، الدقيقه الدمها تقيل قوي دي، دقيقه دمها تقيل تخلص بقى، وبعد كده الشوط الثاني يبقى فيها شكل ثاني. عاليه الكوره في نص ملعبنا، ضربه الراس رايحه هناك، توصل على طول مرتده سريعه. وادي ايمن، ايمن ايمن عبد العزيز عدى وسط ثلاثة ومحافظ على كورته. أيمن عبد العزيز يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عد لوحده بيلعبهم لوحده. أدي جوه منطقة الجزاء، شوف محتفظ بالكرة إزاي وسلمها سليم، سلمني نضيف أسلمك نضيف. عمر معوض يا ولد يا ولد، قلت لكم عنده حاجات جامدة أوي، حاجات جامدة أوي عمر سيد معوض. ويطلق حكم اللقاء محمد أغا صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم منتخبنا منتخب مصر على منتخب تونس 2006 بهدف مقابل لا شيء سجله أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول. أعزائي المشاهدين، مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، سعدت باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهوك، متألق حاجة جميلة جدا 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 في الشوط الأول من بعد ما سجل منتخب مصر، وده أمر طبيعي، نشاط ملحوظ للمنتخب التونسي وسيطر تماما على مجريات الأمور، وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف عن طريق نسيم دنداني مهاجم الموناكو الفرنسي، ولكن يعني تصدي دفاعنا لهذا الهجوم وهذا الضغط الحقيقة، ونجح ان هو يعدي الفترة اللي بعد تسجيل الهدف يمكن 10-12 دقيقة او 14 دقيقة بأمان وسلام، وبدأ يستعيد مرة تانية منتخبنا زمام الامور ابتداء من دقيقة 30-35 من عمر اللقاء، واخر 10 دقائق كانت سيطرة لمنتخبنا، وانتهت بتسديدة من المتألق عمر سيد معوض كادت ان تأتي بالهدف الاول. قبلها كان في عرضية من المميز عمر خضر برجله اليمين من جناح الشمال، وضربة راس من مروان محمود من على خط الست ياردات، ولكن أخذها من تحت لفوق وضاعت فرصة على منتخبنا. منتخبنا في الشوط الأول بدأ الشوط الأول بتشكيلة مكونة من عبد المنعم تامر حارس مرمى، رباعي خط الظهر إبراهيم عادل محمد نبيه أحمد عبدين محمد عبد المنعم، نص الملعب علي إيهاب تيبو جابرييل ومروان محمود، وفي الأمام تحت رأس الحربة عمر سيد معوض يمين، عمر خضر شمال، وأيمن أمير عبد العزيز رأس الحربة. بينما منتخب تونس بدأ ونهى الشوط الأول بتشكيلة مكونة من حسام بوهاني حارس مرمى، رباعي خط الظهر ريان شعبان، أنس عمدوني، ريان بوقديدة، وياسين بخريس، نص الملعب نص الملعب علي جابر، عبد الرحمن عرقي، محمد كريم قزاني، نسيم أدنداني، ورأس الحربة أرقم طبوبي. قيادة تحكيمية محمد أغا الحكم الليبي، محمد باسم الليبي مساعد أول، محمد أكركاد المغربي مساعد ثاني، مصطفى كشاف حكم رابع. بنستعد أعزائي المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان لبداية أحداث الشوط الثاني، وأدي بقى النجم المصري بالصبغة الأوروبية تيبو جابرييل لاعب نادي هوفنهايم الألماني، بيلعب النهارده للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية. المباراة اللي فاتت بدأ كبديل،
بدلا من محمد السيد، والمرة دي هو أساسي مكان محمد السيد. 4-5 تبديلات عملها منتخبنا، يعني عملت الواجب الحقيقة. ادي صفرة حكم اللقاء محمد أغا تعلن بداية أحداث الشوط الثاني، وادي بقى منتخبنا هيبقى على يمين حضراتكم بالزي الأحمر والشورت الأسمر والشراب الأسمر منتخب مصر، ومنتخب تونس على الشمال بالزي الأبيض والشورت الأبيض والشراب الأبيض. الضربة ضربة البداية لمنتخبنا منتخب مصر، وادي أيمن عبد العزيز يستلم الكرة تحت ضغط، لكن الكترة هنا بقى بتغلب المهارة، وعرقلة وإعاقة ومخالفة مصحوبة بالبطاقة وإنذار لأيمن أمير عبد العزيز. أيمن أمير عبد العزيز إنذار في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، وعرقلة وإعاقة والبطاقة مستحقة الحقيقة. نقول اللي لينا واللي علينا. عرقلة من الخلف من أيمن أمير عبد العزيز ويستحق البطاقة، وألف سلامة للاعب نادي الترجي التونسي محمد كريم قيزاني كابتن المنتخب التونسي. ادي ايمن امير عبد العزيز صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء، لاعب نادي الزمالك ونجل الكابتن امير عبد العزيز مدرب منتخبنا الوطني مع روي فيتوريا طبعا مدير الفني لمنتخبنا. كل الامنيات الطيبه لمنتخب مصر، عنده مباراه مهمه جدا جدا ان شاء الله، هي مباراه وديه ولكن بصبغه رسميه مع منتخب بلجيكا الرهيب ثالث العالم. وادي اماميه طويله جدا لمنتخب التونسي على حدود منطقه الجزاء، الاستلام طولت خطيره جدا يا ولد يا منعم تامر رائع في المكان المطلوب والمعاد المظبوط. وهنا بقى يعني مشكله كانت هتحصل. ادي عبد الرحمن علي، ادي نزل عبد الرحمن علي، والله ادي اول تبديلات منتخبنا نزل عبد الرحمن علي. هنشوف بقى مكان منعم ولا مين، عبد الرحمن علي لاعب نادي الزمالك اللي بدأ المباراة اللي فاتت. شايفنا عبد الرحمن علي لاعب رقم 2 لاعب نادي الزمالك، اعتقد نزل مكان محمد عبد المنعم الباك الشمال اللي كان عنده ازعاج شوية من ناحية الشمال بتاعته من الباك او الجناح اليمين القوي جدا، افضل لاعب فيهم نسيم دنداني، فهو بيلعب دلوقتي عبد الرحمن علي ناحية الشمال. مش شايف انا محمد عبد المنعم الباك الشمال، ويبقى ده تبديل اول عمله منتخبنا في بداية أحداث الشوط الثاني. بنتابع مع حضراتكم طبعا البطولة بتقام في الجزائر، وادي بقى يعني بنتابع مع حضراتكم، ادي ركبة في ركبة صعبة قوي على إبراهيم عادل، طبعا بتبقى مؤلمة لكن مش مؤذية، وهو ده اللي يهمنا. بيبقى فيها ألم ماشي، تمشي الأمور شوية بنج وتقوم تكمل مفيش مشكلة. ادي علي جابر برضو ألف سلامة يا علي لاعب المنتخب التونسي، يعني سلامة اللاعبين هي دي أهم حاجة في المباراة، النتيجة بتروح وتيجي ولكن سلامة اللاعبين أهم حاجة في المباراة. قام الحمد لله علي جابر لاعب المنتخب التونسي، وأعتقد كده نفس التشكيلة هي ما عدا محمد عبد المنعم. كده محمد عبد المنعم الباك الشمال خرج ونزل مكانه عبد الرحمن علي. محمد عبد المنعم لاعب نادي زد، وعبد الرحمن علي لاعب نادي الزمالك. ادي هنا الاسقاط عمله لاحمد عبدين اللي بيعمل واحده طويله جدا، ولكن هنا بقى تدخل موجود من مدافع المنتخب التونسي ريان بوقديده، ورمي التماس لمنتخبنا. تلعب رمي التماس عاليه كوره وضربه الراس، ولكن فين؟ فوق عمر سيد معوض، الاحساس بالمكان يا عمر. اتلعب الكرة طويلة، وهذه التغطية من نبيه يا ولد يا نبيه، يشتت الكرة يبعد الخطورة، عالية في نص منتخبنا، نص ملعب منتخبنا، عمر سيد معوض، وهذه تمريرة من علي إيهاب، أي كلام يا علي، مقطوعة من علي، توصل لمنتخب تونس في نص الملعب. ضغط موجود من منتخبنا، وهذه واحدة طويلة، عمر سيد معوض بينية، إيهاب سيطرة كنترول يا ولد، حلوة، شمالك، جميلة، انفراد، ممكن، الخطير، المهاري، زودها طولها، الخطير، عمر خضر، زودها طولها قوي، ضغط عليه أرقم طبوبي، قطع الكورة وأبعد الخطورة. يلا يا عمر، معلش يا عمر، يلا، قومها.
ادي عمر وادي على طول التدخل الموجود وضربة حرة مباشرة للفريق التونسي، ضربة حرة لمنتخب مصر. تلعب الكرة على طول، توصل مرة تانية لمنتخبنا. ادي تيبو جابريل، يا ولد يا ولد. امامية الفكرة حلوة لكن التنفيذ ما كانش بنفس حلاوة الفكرة. على طول توصل الكرة مرة تانية لمنتخب تونس، وادي البينية طويلة، يطلع عمر، يطلع عبد المنعم، وادي هنا بقى بيطلع الكرة، والحمد لله ما فيش حاجة، الحمد لله ما فيش حاجة. ادي البينية، وادي بقى هنا منعم طلع ولا لمس ولا لمس ولا شاف. ادي الانطلاقة كانت خطيرة جدا، كانت خطيرة جدا. تحضير لمنتخبنا، وادي التمريرة حلوة ناحية اليمين، عمر معوض، واحد ضد واحد يا عمر، يلا يا عمر، يلا يا عمر، يلا يا عمر، يفتح زاوية التسديد، وتسديدة قوية مالت في وش رجله، حلوة قوي، لكن حظه مش كويس، خبطت في جسم مدافع المنتخب التونسي ياسين بن عبد الله. ادي رمية التماس، شوف هنا بقى بيلعبوا رميات التماس طويلة جدا، ولا حاجة ولا حاجة ولا أي حاجة يا نسيم يا دنداني، قوم يا راجل. مرة تانية تحضير لمنتخبنا، مروان محمود، مروان ناحية الشمال لعمر خضر، واحد ضد واحد عمر، ضغط عليه على طول من الباك اليمين ريان شعبان لاعب الصفاقسي، ولكن يطلع ريان خارج الملعب. رامي التماس، رامي التماس لمنتخبنا، القيادة الفنية لمنتخب مصر، كابتن محمد وهبة نجم طبعا نادي الإسماعيلي السابق وأحد المديرين الفنيين الجيدين جدا، ومعاه مؤمن عبد الغفار وعصام عبده ويوسف طاهر. برضه مؤمن عبد الغفار ده كان لعيب جامد جدا في نادي الترسانه طبعا، واحد الزملاء المعلقين المميزين جدا جدا طبعا. مؤمن رئيس البعثه الاعلامي المميز الدكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، احد الناشطين جدا جدا في هذا المجال الحقيقه. دي سبعه من زمن الشوط الثاني او الدقيقة 8 دلوقتي، وتقدم مازال لمنتخبنا، منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء. سجل الهدف ايمن عبد العزيز، وادي العرضية الركنية، يلا منعم بالبوكس بيطلع الكورة، يبعد الخطورة، ده كلام مظبوط، عالية بيشتت على طول دفاع المنتخب التونسي، توصل مرة ثانية ناحية الشمال عبد الرحمن علي، عبد الرحمن يطلع الكورة رامي التماس، بيلعبها طويلة قوي ياسين مخرز، ده بيتنقل من اليمين والشمال لكن بيلعبها جوه الست ياردات، مش بيلعبها على الحدود ولا جوه ال 18 بس، ده جوه الست ياردات، بيلعبها طويلة جدا، ضربة الراس دفاعية يا سلام، طلع على طول دفاع منتخبنا، نبيه يسدد، هو ده الكلام يا نبيه، ضغط ومرحلة نشاط للمنتخب التونسي، ادي مقطوعة، حلو الكلام، حلو الكلام، يلا يا عمر، يلا يا عمر، عمر بيلعبها حلو قوي ناحية الشمال، عدى عدى فات عدى فات عدى فات، ادي انطلاقة 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 انطلاقه، يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، عمر سيد معوض، عمر معوض بيعوض الكره اللي شاطها في نهايه الشوط الاول وما جاتش جول، وادي الهدف الثاني لمنتخبنا، عمر معوض هو ده الهداف، هو ده القناص، هو ده اللعيب، ابن اللعيب عمر سيد معوض ينجح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخبنا منتخب مصر، وكالعاده كالعاده عمر معوض موجود في المكان المطلوب والميعاد المظبوط، ادي المهاره، رشاقه الغزلان، عدى فات، قطع مسافات، طلع حارس المرمى غمزها بسنس عالمي، سنس عالمي، يا سلام يا سلام يا سلام، هجمه مرتده تدرس، هجمه مرتده تدرس في مدرسه كره القدم، عمر سيد معوض، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا عمر، وهو ده الهدف الثاني لمنتخبنا، وهو ده هدف راحه الاعصاب، ريحتنا يا عمر، ربنا يريح قلبك يا ابني، عمر سيد معوض ضغط المنتخب تونس قلقانين قلقانين، ممكن يجي هدف يعني يبوظ الدنيا كلها ويقلقنا معاه. هدف في الدقيقه 53 من عمر اللقاء. الاهداف حلوه، الاهداف بتحل اللقاء، والاهداف بتطمن وتريح كده، اتنين لا شيء
احسن كتير قوي من واحد. نتيجة خادعة. ممكن فريق يرتكن على 1-0 ويفضل مستني وقاعد يدافع والدنيا مظبوطة معاه لحد ما يجي لا قدر الله في اي لحظة كده طك 1-1، خلصت الحكاية. منتخبنا داخل على الثلاث نقاط ولا شيء غير الثلاث نقاط، مفيش اي حاجة تاني. ما تقوليش بقى يعني نقطة افضل من لا شيء، لا، احنا ما ينفعناش غير الثلاث نقاط. ورجالة مصر دايما خلي بالكم، يعني مش بس في كرة القدم على فكرة، في اي حاجة في الدنيا المصري ده يعني لما تحطه في حالة ضغط وتحطه لا لازم تعمل كده ولازم تحقق كده بيعمل كده. وادي مروان بيعدي كده ويعملها عرضية كده، اوه كان هيبقى مفيش احسن من كده. المصري يا جماعة، ومنتخب مصر ومنتخب الناشئين الشباب الرجال كله واحد، ومنتخب الناشئين بيعمل عظمة، منتخب الناشئين بيعمل عظمة. 2-0 والتالت كان جاي، التالت كان في السكة والطريق، ومروان محمود عمل عرضية دوا يسبق يعمل القطع أيمن عبد العزيز بدري 3 سنتي يجيب هدف، لكن اتأخر سنة. هات العرضية الركنية، ضربة الراس تيبو جابريل، مش ممكن لاعب هوفنهايم الألماني يعني غمض عينيه، قال لك فتح عينك تاكل ملبن، فتح عينك تجيب هدف ثالث يا تيبو يا جابريل. يعني مش عارف بقى انت تعرف الجملة دي ولا لا، لكن لازم تعرف انك لازم تفتح عينك في ضربات الراس. ادي العرضية، وادي هنا بقى التغطية، يا سلام. عبد الرحمن علي، هو ده الكلام، اتزحلق وقطع المية والنور، والراجل بقى يعني عايز ياخد ضرب الجزاء بكل ما اوتي من قوة، مش قادر يجيب هدف، عايز ياخد ضرب الجزاء. ادي هنا اللعبة، وادي الراجل متزحلق ولا مد رجله ولا عمل اي حاجة. عبد الرحمن علي، ادي عمر معوض، وادي بقى يا سلام الغمزة السحرية، وهدف تاني، واحتفال بالهدف من البدلاء قبل اللي جوه الملعب. شوف الجمال، شوف الروح، شوف العلاقة الطيبة بين اللاعبين البدلاء واللاعبين الأساسيين. اللاعب البديل بيسخن، لا الكرة داخلة الجون والله قبل ما تدخل الجون رايح يحضن عمر سيد معوض ويفرح ويحتفل معاه بالهدف، وهو ده اللي احنا عاوزينه، اللي بره زي اللي جوه، اللي بره كأنه بيلعب بالظبط ويقول للي جوه مبروك انت موجود النهاردة انا موجود بكرة. وادي ضربة حرة للمنتخب التونسي، دفعة مظبوط الكلام، في حجز من انس عمدوني لاعب الترجي التونسي جناح الشمال للمنتخب التونسي، دفعة وضربة حرة مباشرة لمنتخبنا منتخب مصر. ادي الدفعة واضحة جدا لأحمد عبدين مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر، هاي لي عبدين، ضربة حرة لمنتخبنا. مع عبد المنعم تامر بيعمل أمامية طويلة، ضربة الراس من أيمن عبد العزيز مقطوعة، شوف بيقاوح ويجيبها تاني، يا سلام يا أيمن. أيمن عبد العزيز حاجة جميلة، بيحط جسمه ولا الهوى، أوعى وشك، حط جسمه، خلصت الحكاية. تحضير المنتخب المصري، منتخبنا الحبيب. في نص الملعب مروان، حاجة جميلة في نص الملعب مروان. ناحية اليمين أحمد عبدين، حاجة جميلة في خط الظهر عبدين. أمامية طويلة، أكيد طبعا عمر سيد معوض لو وصلت له هنقول حاجتين جميلتين، يعني حاجة مميزة جدا. تيبو جابريل اكتشاف رائع، وانتظروه يعني متصعد في الفترة اللي جاية تيبو جابريل ده. تحضير لمنتخب تونس، وأدي أرقم طبوبي لاعب الترجي الرياضي التونسي بياخد منها رامي التماس. أدي اللاعب رقم 20 مع الكابتن محمد كريم قزاني، كابتن المنتخب التونسي ولاعب الترجي. ادي بقى اللاعب المميز اللي عندهم الحقيقه نسيم دنداني، وتطول وتطلع الكوره خارج الملعب، رامي التماس لمنتخبنا من ناحيه الشمال. هنشوف بقى هيلعب عبد الرحمن علي رميه التماس. عبد الرحمن رميه التماس طويله حلوه، استلام فين؟ هنا في دفع ولا لمسه يد؟ لمسه يد على ايمن عبد العزيز، وهو بيستلم الكره ايده اترفعت، جت في ايده، كلام مظبوط جدا، نقول اللي لينا واللي علينا. توصل الكره لمنتخبنا، وادي طويله جدا لكن مقطوعه من المنتخب التونسي. لو عدى مروان، تيبو جابريل يخلص الكره، يطمنك كده في نص الملعب تيبو جابريل ده، حاجه جميله.
واحده طويله عند عمر معوض، خبطت عمل هات وخد مع المدافع، توصل لمنتخبنا تاني. ادي ايمن عبد العزيز واحده تانيه زيها، وادي الهديه التانيه. اوه هديه تانيه، هديه تانيه من حسام بوهاني، ولكن المتابعه متاخره من مين بقى؟ من الباك اليمين ابراهيم عادل. شوف شوف ابراهيم عادل دايما بقول لكم دايما مش مقتنع انه مدافع، ما حدش قال له انت مدافع. ادي تبديلين اتنين دفعه واحده، تبديلين اتنين لمنتخبنا دفعه واحده. بينزل حسام حسن لاعب نادي انبي، وبيخرج عمر خضر، وبيخرج علي ايهاب، وبينزل محمد هيثم، محمد هيثم عبد العظيم. رقم 21 ده لعيب كويس قوي، لاعب محترف في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، محمد هيثم عبد العظيم. خلي بالنا منه، خلي بالنا منه، محمد هيثم ده لعيب بينتظره مستقبل كبير جدا جدا ان شاء الله، احد اللاعبين المميزين واحد الطيور المهاجره لمنتخبنا اللي بيلعب في نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، محترف من المحترفين المصريين المميزين. هنشوف بقى هيلعب فين، مكانه الاساسي هو بيلعب مهاجم. محمد هيثم مواليد 2007 على فكرة، اصغر لاعب في منتخب مصر، هو بيلعب مهاجم. ادي بصدره بيرجعها كده، يا سلام يا سلام. لكن تبديلين تنشيطيين لمنتخبنا بيعملهم الكابتن وهبة. هنشوف بقى حسام هيلعب فين ومحمد هيثم هيلعب فين، هنشوف ونتابع مع حضراتكم. ادي محمد هيثم، ادي اول لعبه طويله في اتجاه ايمن عبد العزيز، ما زال ايمن هو راس الحرب، ما زال ايمن هو راس الحربه. واعتقد محمد هيثم هيلعب جناح شمال اللي قدامنا ده، وحسام هيلعب مكان ايهاب في نص الملعب بين عمر سيد معوض وبين هيثم. ادي مره تانية محاولات منتخبنا، عرضيه مش معديه مقطوعه، يجيبها تاني يقطع منتخب مصر. ده كلام جميل، تيبو تيبو جبريل بيرجع ورا، تيبو ناحيه اليمين توصل الكره لعبدين، عبدين وادي واحده طويله ضربه الراس دفاعيه. في فاول، في فاول، مظبوط الكلام مظبوط الكلام. ادي هنا تبديل لمنتخب تونس، تبديلين. تسعة و11 هيخرج ارقم طبوبي، وبيخرج عبد الرحمن عرقي لاعب الافريقي، بينزل منصف الغربي لاعب المنتخب التونسي، وبينزل محمد ريان عنان، ريان عنان ايضا لاعب النجم الساحلي التونسي. ادي هنا في اصابه لبطلنا ونجمنا ابراهيم عادل، لاعب بدرجه مقاتل، بقول لحضراتكم لاعب بدرجه مقاتل، من اللاعبين المميزين جدا جدا. انا بيعجبني قوي الروح قبل المهاره، الروح هي دي اللي بتنعكس على الفرقه كلها، المهاره حاجه بتخصك انت لوحدك، لكن لما تبقى روح وقنبله من الروح المعنويه تنفجر في اي حته، ده كلام جميل. ابراهيم عادل اللي معاه الكوره ده قام الحمد لله، هادي العرضيه لكن مش معديه، عرضيه مره تانية لمنتخبنا. ادي انطلاقه حسام حسن، اول لمسه حسام يفتح زاويه التمرير، حسام يا ولد يا ولد يا ولد بشماله، الواحده كمان، وهو ده الكلام، وادي الثانيه عد، زودها بقى زودها زودها حسام حسن،
حسام حسن لاعب نادي امبي ومهاجم نادي امبي. حسام بيلعب مهاجم مره ثانيه، مقطوعه من تيبو جابرييل. يا تيبو ثانيه يعني لو بدري سنه اتقطعت الكوره توصل للمنتخب التونسي. ادي الزحلقه فين؟ لا مقطوعه من غير زحلقه ومن غير تعب ومن غير اي مشكله على الارض بالسهوله والسلاسه والمرونه والجمال. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. حلو الكلام ناحيه الشمال، وادي على طول محمد هيثم. يا ولد وش رجله الخارجي حلوه، معديه عمر معوض. حط جسمك، حط جسمك يا معوض، حط جسمك يا معوض. مقطوعه الكوره يجيبها تاني منتخبنا. منتخب مصر بيأدي اداء راقي، بيأدي اداء رائع، حاجة جميلة. وادي واحدة طويلة مقطوعة على طول، لكن يجيبها تاني منتخبنا، لكن تطول وتطلع خارج الملعب رامي التماس. تلت ساعة مرت من زمن الشوط التاني والنتيجة ما زالت تقدم منتخبنا، منتخب مصر للناشئين على منتخب تونس للناشئين بهدفين مقابل لا شيء. سجل هدفين أيمن عبد العزيز في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وعمر سيد معوض في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، الدقيقة 9 من زمن الشوط التاني. وادي هنا بقى في انذار لمحمد نبي، انذار لمحمد نبي. خلي بالك يا نبي، انذارات بتفرق. بيلعب وهو عنده انذار بيبقى يعني مش مستريح، عارفين انتوا بيبقى مش مستريح. فكر حضراتكم فريق واحد بس من هذه الدورة هو اللي هيوصل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 17 سنة في الجزائر إن شاء الله في الجزائر في مارس القادم، لأن الجزائر حجزت مقعد خلاص بصفتها حامل المنظم. ضربة حرة للمنتخب التونسي، ريان عرضية جوه ال 18 بالبوكس، بيطلع على طول عبد المنعم وتسديدة قوية، ولكن الحمد لله جنب القايم الشمال وتبقى ضربة مرمى لمنتخبنا. هو الخطير نسيم دنداني، نسيم دنداني هو أخطر لاعب فيهم، لاعب موناكو الفرنسي. والعرضية من ريان عنان، بدأ المباراة اللي فاتت على فكرة ريان، المباراة دي بدأ يحطه على دكة البدلاء، وكان بدأ معاه كمان ريان لافي وباديس شنوفي ويوسف بن حسين، كل دول على دكة البدلاء. النهاردة عمل أربع تغييرات المدير الفني للمنتخب التونسي كمال سعادة. هادي هنا مروان بياخد فاول وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لمنتخبنا. تلعب على طول الطويلة، وادي هنا الضغط موجود، ضغط موجود، ضغط موجود، وهنا بقى قالش الراجل لسه فيها كلام، لسه فيها كلام، خلاص خلص الكلام، يبدأ كلام جديد، يبدأ كلام جديد. ومروان تمرير ناحية اليمين، وادي واحدة طويلة جدا ناحية اليمين لمنتخب تونس. حلو الكلام، عد فات، ضغط موجود، مروان هو تاني. نسيم دنداني، نسيم دنداني على حدود منطقة الجزاء، توصل لريان، ريان 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 عنان على الشمال، ولكن يا سلام يا سلام، شوف التغطية الجميلة من إبراهيم عادل، شوف التمركز السليم من إبراهيم عادل، شوف الفدائية والروح والتايمينج من إبراهيم عادل. رمي التماس، حلوة الكورة ناحية الشمال للمنتخب التونسي. ادي هنا بقى انس عمدوني يعمل العرضيه، لو معديه معديه لمنتخبنا. حسام حسن، حسام حسن بيشتت، لكن بيشتت ضدنا. يا حسام يا حسام يا حسام يا حسام، وادي تسديده قويه لكن جنب القايم اليمين. حسام حسن خلي بالك، والنبي المره الجايه يا حسام خلي بالك من التشتيت. حسام حسن طبعا لاعب نادي امبي، لاعب كبير، اللعبه اللي فاتت ايه مرجحهم كده واحد واثنين وثلاثه وحاجه جميله جدا، لكن هنا بقى المره دي خلي بالك في الناحيه الدفاعيه. ضربة مرمى لمنتخبنا للناشئين، وادي واحدة طويلة مقطوعة الكورة. هنا في دفعة، دفعة بيحسبها حكم اللقاء لصالح اللاعب ريان بقديدة اللي قدام حضراتكم، اللاعب التونسي المحترف في صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي. وادي تحضير المنتخب التونسي، ياسين بن عبد الله يلعب على طول لنسيم دنداني، وتغيير ملعب في اتجاه إبراهيم عادل. ما تقلقش
عند ابراهيم عادل ما تقلقش، يلعبها قطعة بباص لعمر معوض، وعمر بيلعبها طويلة في اتجاه الخطير امير عبد العزيز، يجيبها تاني هيثم، هيثم هيثم اوعى يجي لك هيثم، مقطوعة توصل لتاني منتخب مصر، وادي عادل هتخد قصيرة شوية لكن يجيبها معوض، خلص كورته اتقطعت مرة تانية تعمل مرتدة، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، والحمد لله عدت الكرة بأمان وسلام، وابراهيم عادل مش هيسيبها، ابراهيم عادل مش هيسيبها، مش هيسيبها غير لما يجيبها، هو ده هو ده عمر معوض، عمر معوض مش هيسيبها، ها عد فات، يلا التاني فين التاني فين، التاني مقطوعة، التاني مقطوعة اتقطعت مرة تانية، يا راجل ده طلع الكرة اهو، يا راجل ده لمس الكرة نجح في استخلاص الكرة، فين الفاول؟ ادي حكم اللقاء، نشوف ادي اللعبة، في فاول مظبوط مظبوط الكلام، نقول اللي لينا واللي عليه، فيها فاول مظبوط، توصل تاني لمنتخبنا، يا سلام يا سلام حسام حسن عدى حلو قوي من ناحية الشمال، ولكن تخبط الكرة في لاعب المنتخب التونسي للناشئين ريان شعبان، وتاخد او ياخد منتخبنا رامي التماس، رامي التماس عبد الرحمن علي بيديها لتيبو جابريل، عبد الرحمن مرة تانية بيلعبها طويلة عند حسام حسن اللي اخد مركز الجناح الشمال، تيبو جابريل تعدي من تحت رجله مفيش مشكلة، بيرجع ورا لعبدين، عبدين لنبيه، على شماله لعبد الرحمن علي، عبد الرحمن لتيبو مرة تانية، تيبو جابريل، جابريل بيعمل تغيير ملعب ناحية اليمين حلو قوي، بيسيبها لإبراهيم عادل، لكن إبراهيم ما كانش واخد باله قوي، لكن ضغط إبراهيم وقطع إبراهيم وتطلع خارج الملعب رامي التماس، رامي التماس للمنتخب التونسي، رامي التماس من ناحية الشمال، مرة تانية توصل لمنتخب مصر، يبدو ان اللي نزل ده محمد عبد الناصر لاعب المقاولين العرب، محمد عبد الناصر عبد العظيم، مكتوب محمد عبد العظيم، يبقى ده محمد عبد الناصر لاعب المقاولين العرب، كده مظبوط، محمد هيثم بره السكور، مرة تانية رامي التماس لمنتخب مصر، تلعب الكرة على طول توصل مرة تانية لمنتخبنا، ادي تمريرة، وادي محمد عبد الناصر، وادي حلوة ناحية اليمين عمر معوض، لو يعدى لو عدى لو عدى، لكن ما يعديش ما يعديش، يجيبها مرة تانية منتخب تونس، خطيرة الكرة خطيرة الكرة، خلي بالك يا عبدين خلي بالك يا عبدين، وادي تسديدة، اوبا يا ولد يا ولد يا ولد، عبد المنعم تامر، عبد المنعم تامر وحش وحش ما شاء الله، تصدى لكرة في منتهى الخطورة، وادي تبديل هنا بقى، هينزل التوأم حسام عادل، توأم ابراهيم عادل، ويخرج ايمن امير عبد العزيز، حسام عادل لاعب النادي الاهلي اللي شارك كأساسي في المباراة اللي فاتت، وأيمن نزل مكانه، المرة دي بقى هو اللي بيشارك كبديل، وأيمن هو اللي هيخرج، وادي على طول يا ولد يا منعم يا ولد يا منعم، ما شاء الله الله أكبر الله أكبر، يعني حاجة جميلة، عبد المنعم تامر طالع ماسك الكرة ستايل أوروبي، ادي منعم بيعمل واحدة طويلة توصل الكرة على طول لعبد الناصر، محمد عبد الناصر عبد العظيم، وادي على طول تشتيت توصل مرة تانية لمنتخبنا، انطلاقة عند ايمن عبد العزيز، قبل ما يخرج بقى والقرار يتم هنشوف ولا هيخرج حد تاني ويلعب براسين حربة، هنشوف بقى قرار المدير الفني محمد وهبة، مرة تانية عادل عد فات عملها بينية، الضغط عليه اتقطعت، ابراهيم عادل مستني اخوه مستني توأمه عشان ينزل، وادي مرتدة سريعة لمنتخب تونس، ارجع يا ابراهيم ارجع يا عادل، ادي على طول تغيير ملعب ناحية الشمال للمنتخب المصري، لليمين لمنتخب تونس عن طريق الخطير نسيم دنداني، ولكن التغطية موجودة لسه موجود هنا ابراهيم عادل، طب مين اللي مغطي مكانه؟
طبعا ابراهيم عادل الباك اليمين لمنتخبنا النهارده. مره تانية تحضير لمنتخبنا، تمديره من حسام حسن، اي كلام مقطوعه يجيبها منتخب مصر، يجيبها منتخب تونس على حدود منطقه الجزاء، التغطيه موجوده، خلي بالك خلي بالك يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل عبد المنعم تامر، منعم منعم منعم، اوعى يجيلك منعم، بطل 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 بطل، لوحده شال جونين، لوحده شال كورتين، هدفين انفرادين، مفيش كلام، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، انفراد من منصف الغربي واضح ورسمي وصريح، بيضيعه اللاعب منصف الغربي لاعب نادي الملعب التونسي في انقاذ عالمي عالمي من عبد المنعم تامر. ودي تتلعب الركنية ويشتت على طول دفاع منتخب. رمي التماس لمنتخب تونس، دخلنا في نص ساعة لعب من زمن الشوط التاني، نتيجة ما زالت تقدم منتخبنا على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء. رمي التماس لمنتخب تونس، تتلعب رمية التماس، توصل الكرة على طول لمنتخب مصر، وادي أمامية طويلة معدية لكن الضغط موجود، يجيبها تاني منتخب مصر، توصل لمروان في نص ملعبنا، تمريره لتيبو جابريل، تيبو جابريل ضغط موجود عليه ولكن محافظ على كورته وياخد فاول، ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط، تيبو جابريل. تيبو جابريل وضربه حره لمنتخبنا، اكتشاف رائع رائع تيبو جابريل ده. ادي بقى هنا حسام حسن هينزل، حسام معادل هينزل، موجود حسام حسن، لكن هو يعني في حاجة كده قريبة من حسام حسن لأنه توأم إبراهيم حسن، برضو ده توأم إبراهيم، يعني ده حسام وإبراهيم توأمين في منتخب مصر، وحسام حسن وإبراهيم حسن كانوا توأمين في منتخب مصر طبعا، مع فارق القدرات والمهارات، يعني إن شاء الله نتمنى نتمنى يعني يكونوا الاتنين امتداد للنجمين الكبار حسام حسن وابراهيم حسن، من علامات كرة القدم في مصر مفيش كلام. تحضير لمنتخب مصر، بينين هادي على طول، حلو عبد الناصر، حلو على حدود منطقة الجزاء محمد عبد الناصر لاعب المقاولين العرب، يا سلام يا سلام، ولكن تمريره أطول من النادي. مرة تانية تحضير لمنتخب تونس، وادي تمريره طويلة، ضغط موجود من منتخبنا، ادي بقى هنا ابراهيم عادل، ابراهيم عادل خلص كورته وطلع الكره تماس عشان اخوه ينزل. كده بقى هينزل حسام عادل مكان ايمن عبد العزيز، مظبوط زي ما توقعنا مع حضراتكم، راس حربه براس حربه، لا داعي للريسك، لا داعي للمجازفه، لا داعي للمجازفه. ادي الهدف الجميل اللي جابه ايمن عبد العزيز. وصلنا للدقيقه 78 من عمر اللقاء، حوالي 12 دقيقه على النهايه، نهايه المباراه، النهايه السعيده ان شاء الله، وان شاء الله بقى نشوف بعد المباراه دي الاسعد بقى، يعني لما يبقى منتخب المغرب مثلا يفوز على المنتخب الليبي ويجدد امال منتخب مصر، يبقى فيها كلام في المباراه الاخيره. ادي انطلاقه حلوه، وادي على طول عادل، حسام عادل عرضيه لكن مش معديه، تخبط وتوصل على طول لحارس المرمى حسام بوهاني، اماميه سوء في التوقع، مقطوعه على طول من عبدين، ضربه راس، يا ولد يا ولد، وتعدي برضه سوء من التوقع برضه تاني، حسام حسن يوصل للجناح، عملها حلوه قوي لمعوض، يلا يا معوض، واحد ضد واحد، ممكن يعدي، ممكن يسند، ممكن العرضية من الثبات، عرضية ولكن مش معدية، مقطوعة كورة، يجيبها المنتخب التونسي، تشتيت طويل، توصل تاني في نص ملعبنا، الضغط موجود، عبدين هو ده الكلام، عبدين ما تديلوش المساحة، عمل على طول تمريرة قصيرة، اتقطعت، اتقطعت، ويجيبها إبراهيم عادل. إبراهيم عادل خلص كورته، يا ولد، يا ولد يا إبراهيم يا عادل، قرب له، تشوف هنا تيبو جابريل، تيبو يعني بيسهل له الأمور. وادي بقى اللاعب طلب فاول وخده، يعني الحقيقه ما حدش كلمه خالص، ما حدش كلمه خالص، وهنا بقى اخذ فاول منصف الغربي لاعب نادي الملعب التونسي. هذه اللعبه بصوا حضراتكم، لا في دفع،
في دفع من تيبو جابريل، بس دفع ايه يعني لمس كده، بس هو بروزها قوي، بروزها قوي. ضربة حرة للمنتخب التونسي. هنا بيقول له ما تتقدمش عن المكان ده عشان هيبقى العشر ياردات كده مظبوط. وادي الضربة الحرة هيلعبها ريان عنان، ريان عنان، وادي العرضية جوه المنطقة، ضربة الراس على طول دفاعية لسه فيها كلام، الحمد لله في القائم، الحمد لله في القائم، لسه فيها كلام. وادي عرضية تاني جابريل، ضربة الراس، وادي تشتيت يا ولد يا عادل، ابراهيم عادل بينقذ هدف محقق، يعني فرصتين وممكن نقول فرصتين هدفين، فرصتين هدفين للمنتخب التونسي اللي بدأ ينشط بشكل كبير جدا جدا في الفترة الأخيرة، في آخر ست سبع دقايق نشاط ملحوظ جدا المنتخب التونسي. وادي العرضية، وهنا في فاول، في فاول على المنتخب التونسي، وضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر. لازم نهدي الملعب، مظبوط الكلام يا منعم، مظبوط الكلام. ادي منعم في الكرة اللي فاتت بالبوكس على طول، عايز يلعب الكرة، وفي مشاركة من مدافع المنتخب التونسي معاه اللاعب ياسين بخريص مع عبد المنعم تامر، وقع على الارض عبد المنعم، الف سلامة يا منعم. دخلنا في 81 دقيقة لعب من زمن اللقاء، اخر 9 دقايق من عمر اللقاء في وقته الاصلي طبعا. ومنتخبنا منتخب مصر للناشئين متقدم على منتخب تونس للناشئين بهدفين مقابل لا شيء، سجلهم ايمن عبد العزيز وعمر سيد معوض، ايمن ابن امير عبد العزيز وسيد مع عمر ابن سيد معوض، يعني الاهداف عن طريق ابناء العاملين، ابناء العاملين. وادي العرضية خطيرة جدا، هدف اول، هدف اول للمنتخب التونسي، هدف اول. مش عايزين الكلام، مش عايزين الكلام ده يا جماعه، مش عايزين الكلام ده يا جماعه، انتوا اخوات اشقاء، مفيش مشكله، مفيش مشكله، لكن الاتحاد الدولي منع اللاعب اللي بيسجل انه يروح يجيب الكره من الجول، الحكم بيحذر عبد المنعم، يعني برضو غريبه شويه. ادي الهدف الاول عن طريق اللاعب منصف الغربي، منصف الغربي لاعب نادي الملعب التونسي. بيجيب هدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء. هدف هيصعب الفترة اللي جاية على منتخبنا جدا. هيصعب الفترة اللي جاية على منتخبنا جدا. هنا كنا بنقول يعني ملوش لازمة، ملوش لازمة الحكاية دي، لأن أنت طبعا لما تيجي تعمل 2-0 غير 2-1 خالص خالص. 2-1 دخل المنتخب التونسي في الجيم، دخل المنتخب التونسي في الجيم، واخر 8 دقايق دول هيبقوا معاناه بالنسبه لمنتخب مصر دفاعيه، دفاعيه صحيح ممكن يبقى فيها هجمات مرتده سريعه جدا، لكن نخلي بالنا. ادي عرضيه، يمسك منعم، يمسك منعم، خلي بالك يا منعم، خلي بالك يا منعم، الفترة اللي جاية إن شاء الله لازم التركيز، 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 ولا شيء غير التركيز. عملت الكرة الطولية جوه منطقة الجزاء، والحمد لله مركز جدا منعم، مركز جدا، وضربة راس من ريان بقديدة، ويمسك منعم باقتدار. تبديل لمنتخب تونس، بيخرج 17 وينزل 5 ريان لافي. علي جابر وبينزل ريان لافي، وريان شعبان بيخرج. وادي خطيرة جدا لمنتخبنا، فين الفاول يا راجل، فين الفاول يا راجل، مش ممكن، متابعة عادية جدا، متابعة طبيعية جدا، كرة خطأ من المدافع، ولا فيها اي حاجة، ولا فيها اي حاجة، فين الخطأ، قولي، شاور لي على الخطأ وانا اما معاك، لكن مفيش خطأ، لكن مفيش خطأ، مفيش مشكلة. هذه إصابة للاعبنا، إصابة للاعبنا، لاعب من منتخب مصر مصاب. ألف سلامة عليه، بيتألم طبعا، وهنا حكم اللقاء يبدو إن في إصابة للاعب منتخبنا. ألف سلامة عليه. عمر سيد معوض،
عمر سيد معوض. آه لا، ألف سلامة يا عمر، ألف سلامة يا عمر، ألف سلامة يا عمر، ألف سلامة عمر سيد معوض صاحب الهدف الثاني الجميل اللي جابه النهاردة. هل بقى شد في السمانة ولا ايه؟ نتمنى نتمنى يكون شد بسيط ان شاء الله، يعني ما يكونش فيه اشتراك قوي معاه، اعتقد شد ان شاء الله بسيط، ويقوم يكمل البطل عمر سيد معوض. الف سلامة على النجم عمر سيد معوض كابتن منتخبنا والجناح اليمين وصاحب الهدف الثاني. اه لا، ما حدش اشترك معاه، الحمد لله ما حدش اشترك معاه. واضح ان الشد شديد جدا شديد جدا، لكن نتمنى له السلامة. طبعا وصلنا للدقيقة 40 من زمن الشوط الثاني، والنتيجة ما اصبحت بقى دلوقتي تقدم منتخبنا 2-1، ولا فيها اي كنترول من الحارس، ولا فيها اي كنترول من الحارس، كرة مشتركة بين الاثنين وهدف سليم مليون في المية حرم منه منتخب مصر. الحقيقة هنا الشرط عشان تتحسب فاول للحارس ان الحارس يكون الكرة في كنتروله في سيطرته، لكن الكرة اللي فاتت ما كانتش في سيطرة الحارس، عشان كده بيعتبر تنافس بين اللاعب والحارس، نجح اللاعب انه يستخلص الكرة من الحارس ويروح يلعبها من الناحية التانية. لكن طبعا يعني يمكن الحكم هو اللي اقرب هو اللي شايف، وارد جدا تكون حاجه ما جابتهاش الكاميرات. ادي هنا بقى عمر سيد معوض، الف سلامه يا عمر. بينزل محمد السيد، وتبديل موفق جدا جدا، محمد السيد لاعب نادي الزمالك ما شاء الله. ادي اللي لعب الكره ده محمد السيد، يعني لاعب ارتكاز، نزود الكثافه العدديه في منطقه نص الملعب ونحاول نحافظ. وادي الخطير الخطير تيبو جابريل بيشتت، وهنا بقى بيطلع على طول دفاع منتخبنا، عاليه الكوره في نص ملعبنا، ضربه الراس فين؟ توصل الكوره على طول ناحيه شمال لريان بوقديده، وادي واحده طويله مقطوعه من منتخبنا، حلوه الكوره تعمل خطوره، هجمه مرتده سريعه لمنتخب مصر، راح ناحيه اليمين حسام حسن، وادي بينيه حلوه في منطقه الخطوره، لو يلحق لو يلحق عبد الناصر، حسام يفتح زاويه التمرير، وادي العرضيه تخبط وتطلع ركنيه. حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام، ده كلام مظبوط. بص، كل ما الكوره تكون في ايدك اطول فتره ممكنه او في رجلك اطول فتره ممكنه، ولا حاجه ولا حاجه، حتى لو ما قدرتش تعمل العرضيه، بالعكس انت اخذت ركنيه واخذت فيها دقيقه ونص على التنفيذ، ده كلام مظبوط جدا. ادي منتخبنا، وادي العرضيه، ضربه الراس دفاعيه، طلع على طول دفاع المنتخب التونسي، عاليه مره ثانيه جوه منطقه الجزاء، ثاني ضربه الراس تونسيه، وادي محمد السيد عاليه ثاني، تيبو جابريل على حدود منطقه الجزاء، حسام عادل يستلم على حدود ال 18، رايح لوحده، رايح فين يا حسام؟ الاستلام، يا سلام يا سلام على الضغط من تيبو جابريل، يطلع الكوره ويبعد الخطوره خارج الملعب رامي التماس. عايزين نطمن على عمر معوض، عايزين نطمن على عمر معوض، يعني الكوره كانت بسيطه قوي بسيطه قوي، ازاي يحصل فيها هذا الشد الدرجه العاليه قوي دي؟ مش عارف الحقيقه، الدرجه العاليه دي قبلها بتحس بشد طبيعي، بشد عادي وبعد كده بيزيد الشد وبتحس بالم، لكن دي درجه يعني قويه جدا. الف سلامه لنجمنا عمر سيد معوض، ان شاء الله سليم، وان شاء الله يكون موجود يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في اخر مباراه والمهمه بالنسبه لنا مع المنتخب المغربي. وادي على طول محاوله، وتيبو جابريل بيطلع الكوره ويبعد الخطوره، ما فيش مشكله ما فيش مشكله، يلعب على المضمون يلعب على المضمون اخر دقيقتين من عمر اللقاء. ادي تيبو جابريل، تيبو جابريل لاعب منتخبنا ولاعب نادي هوفنهايم الالماني، المحترف المصري الجميل، امتداد لعناقيد المحترفين في الدوري الالماني، نجمنا هاني رمزي ومحمد عمارة ياسر رضوان. وادي على طول الركنية جوه منطقة الجزاء، ضربة الراس الحمد لله معدية، الناحية العكسية توصل الكرة في الجنب الشمال، ياسين بن عبد الله ترجع ورا، الضغط موجود منتخبنا يا راجل بقى يا راجل بقى، كل لمسة فاول كل لمسة فاول. ادي هنا بقى اخر دقيقة ونص من عمر اللقاء، ضربة حرة للمنتخب التونسي، لا فاول لا فاول، مظبوط مظبوط على حسام حسن،
هارس وش رجله مظبوط الكلام. فاول مظبوط على حسام حسن، ضربة حرة للمنتخب التونسي، كرة مهمة جدا لرجالة مصر. وادي هنا بقى بيزق بايده كده يوسف بن حسين، يوسف بن حسين اللاعب اللي لسه نازل دلوقتي. يوسف هذه العرضية جوه ال 18 في منطقة الخطورة بالبوكس، وهنا في فاول، هنا في فاول، ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط، وهنا في ضربة حرة مباشرة لمنتخب. ادي حكم اللقاء محمد اغا يعني بيدير المباراة بكفاءة، الحكم الليبي محمد اغا. وادي هنا في دفع زي ما حضراتكم شايفين، مظبوط الكلام، ضربة حرة. وادي هنا بقى توصل لمنتخبنا، تمريرة حلو الكلام، ضغط موجود، يلا يا عادل، يلا يا حسام، حسام عادل راح فات عدى تسديدة، مش ممكن، مش ممكن يا عكورة، يا عكورة حسام عادل، يعني في توقيت قاتل، لو الهدف ده كان جه يا حسام كان ريحنا، كنا حطينا خلاص، يعني عارف اللي بيقول لك بقى ايه بطيخه صيفي والحاجات اللي زي دي، كنا حطينا البطيخ كله. اربع دقايق وقت محتسب بدل من الضايع، بيشير بهم الحكم الرابع مصطفى كشاف المغربي بناء على قرار من الليبي محمد اغا حكم الساحه. وصلنا للدقيقه الاولى منهم. منعم احد ابطال المباراه اللي كان له دور كبير جدا في الوصول بالنتيجة 2-1 لحد دلوقتي، كان ممكن تبقى أكتر من كده، طبعا منتخبنا ضيع كمان، لكن بنتكلم على الكور اللي صدها عبد المنعم تامر، عالية كورة توصل في نص ملعب المنتخب التونسي، مقطوعة من منتخبنا، أبطال مصر، رجالة مصر، ناشئين مصر. وادي التمريرة حلوة أوي عبد الناصر بوش رجله الخارجي، لو معدية معدية معدية، يلا حسام، يلا حسام، مش ممكن يا حسام، مش ممكن يا حسام، مش ممكن. حسام حسن يعني كان بالإمكان أفضل كتير جدا مما كان، مش مستاهلة كل دي يا حسام، ده أنت والجون يا راجل، ده أنت والجون يا حسام، قلشت من وش رجله الخارجي، مش عايزة قوة، مش عايزة قوة، عايزة غمزة، عايزة غمزة. سيد معوض عملها لك، غمزها بوش رجله الخارجي على طول يجيب بيها الهدف الثاني. حسام حسن، وادي عبد الناصر، هاتوا خد محمد عبد الناصر، حلو الكلام ناحيه اليمين عبد الناصر، وادي انطلاقه عند مروان، مروان جنبه عبد الناصر، عدى مروان، عبد الناصر وصلت له الكوره، وادي العرضيه معديه ضربه الراس الثالث، خلاص خلاص خلص الكلام، انزل بالستاره يا حسام، خلص الكلام، انزل بستاره الختام ايها الماهر حسام، حسام عادل، خلاص خلاص خلاص، حسام عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر، هدف الراحه، هدف الاطمئنان، هدف الثلاث نقاط، حسام عادل. يا سلام عليك يا عبد الناصر، شوف العرضيه، شوف العرضيه العالميه، شوف الراسيه المية مية، شوف الهدف اللي يفرح المصرويه، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. حسام عادل يكافئ محمد وهبه ويقول له انا البديل، انا البديل اللي بخلص الامور، وينجح في تسجيل الهدف الثالث اللي بيخلص المباراه ويقضي على المباراه اكلينيكيا، هدف الضربه القاضيه الفنيه. 3 منتخب مصر، 1 منتخب تونس، لكن الحقيقة منتخب تونس منتخب جيد، منتخب تونس منتخب جيد، وأتعب منتخب مصر فترة طويلة جدا، لكن رجالة مصر موجودين وقت الشدايد دايما دايما دايما. آدي مصر، وادي انطلاقة شباب مصر وناشئين مصر ورجال مصر ورمي التماس لمصر، رمي التماس لمصر من ناحية الشمال، هيلعب عبد الرحمن علي، يلعبها على طول عبد الناصر لاعب نادي المقاولين العرب اللي عمل الاسيست العالمي، هايل يا عبد الناصر، هايل يا عبد الناصر. وادي العرضيه تاني توصل لمنتخب مصر في نص ملعب منتخب تونس، ضغط موجود، مروان 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 حط رجله حلو قوي، مقطوعه ابراهيم عادل، ضربه الراس مش لحد، مقطوعه تتلعب في ظهر ابراهيم بيحاول يلحقها ويطلع الكوره خارج الملعب، رامي التماس. اقل من نص دقيقه، اقل من نص دقيقه يا رجاله، منتخب مصر 3 منتخب تونس هدف، 3 نقاط مهمه جدا جدا، ان شاء الله
البطولة قادمة، وإن شاء الله بننتظر جميعا مباراة المغرب وليبيا. تجدد الأمال، محاولات المنتخب التونسي. تيبو جابريال عبد المنعم تامر، يلا مفيش مشكلة، الأربع دقايق انتهوا، الأربع دقايق انتهوا اللي حاسبهم حكم اللقاء. وراء ضربة ركنية أخيرة في المباراة، ضربة ركنية أخيرة في المباراة، وهنا بقى هيلعبها لاعب المنتخب التونسي، اللاعب ريان عنان. ريان عنان والركنية من ناحية الشمال تتلعب عرضية، يلا منعم يا ولد يا ولد يا منعم يا ولد يا منعم، ما شاء الله ما شاء الله، عبد المنعم تامر نجم اللقاء، نجم اللقاء، شوف طالع ازاي، هو ده الكلام. يضربوا بقى ما يضربوش، يخبطوا ما يخبطوش، عبد المنعم مكلبش في الكورة، مكلبش في الكورة. عبد المنعم تامر حارس مرمى نادي زد ومنتخبنا للناشئين. هايل يا منعم، هايل يا منعم. يلا يا أغا، يلا يا محمد يا أغا، الحكم الليبي الجميل صفر بقى وانهي هذه المباراة اللي انتهت من دقيقة. هادي الهدف الثالث اللي ريحنا قوي. شوف عرضية عبد الناصر بالملي والسنتي، شوف رأسية عادل، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. ويطلق حكم اللقاء محمد أغا صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني الممتع والمثير جدا جدا، بفوز غالي لمنتخبنا منتخب مصر على منتخب تونس للناشئين بهدف، 3 أهداف مقابل هدف وحيد. سجل الأهداف أيمن عبد العزيز، عمر سيد معوض، حسام عادل، وسجل هدف المنتخب التونسي الوحيد منصف الغربي. مبروك لمنتخبنا، سعدت باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت، إلى اللقاء في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.